مشاهدينا الكرام، الصورة دائما خير من الكلام، فكما تابعنا في هذه الصور السابقة حفاوة الاستقبال والترحيب الشديد بشخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشكره من الأهالي على ما تم فعله من قبل مؤسسة حياة كريمة على أرض الواقع من مشروعات غيرت جوانب الحياة في الريف المصري. هذا المشروع الذي يعد وبحق مشروع القرن 21، هذا المشروع الذي يستهدف 4 ملامح رئيسية. ربما الملمح الأول في هذه الملامح هو تحسين جودة الخدمات المقدمة وأيضا بناء الإنسان المصري، ونتحدث عن تدخلات اجتماعية واقتصادية فضلا عن المحور الاقتصادي. إذا قمنا بتفنيد هذه الملامح فسوف نجد أن هناك آلاف من المشروعات تندرج تحت كل محور من هذه المحاور. فإذا تحدثنا عن تحسين الخدمات المقدمة فسنجد أن هناك تحسن كبير حدث بالفعل في الصرف الصحي ومياه الشرب. أيضا هناك دخول لخدمات ربما يعني انحرم منها الريف المصري لسنوات طويلة كشبكة الصرف الصحي، وأيضا خدمة الإنترنت من خلال إمداد القرى بشبكة الألياف الضوئية، فضلا عن الغاز الطبيعي الذي تم توصيله لآلاف أو عشرات الآلاف من المنازل لقاطني الريف المصري. نتحدث أيضا عن رفع كفاءة الطرق الداخلية. إذا تحدثنا عن محور آخر وهو بناء الإنسان المصري، هذا المحور الذي يندرج تحت منه التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية الثقافية، فنتحدث عن قطاع التعليم من خلال رفع كفاءة واستحداث مدارس جديدة قائمة، يعني بالفعل تم رفع كفاءتها أو استحداث مدارس جديدة. إذا تحدثنا عن قرية الأبعدية، هذه القرية التي قام بزيارتها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف على المشروعات التي نفذت فيها والتي تأتي ضمن سلسلة من الجولات يقوم بها الرئيس في محافظات وقرى الريف المصري المختلفة، فنجد أنه تم إنشاء مجمع مدارس. هذا المجمع يضم مدرستين للصف الابتدائي وأيضا مدرستين للصف الإعدادي. نتحدث أيضا عن قطاع هام دائما ما يتحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هذا القطاع هو خط أحمر لا يمكن المساس به أبدا، وهو ملف الصحة. منذ أن انطلقت مبادرة 100 مليون صحة وتم إعلان مصر خالية من فيروس سي، هذا الملف تحديدا يحظى بأهمية كبيرة من القيادة السياسية لأنه قطاع يمس بشكل شديد حياة المواطن المصري. فنجد أن في مبادرة حياة كريمة تم تجميع أكثر من 20 مبادرة من المبادرات الصحية لتعمل تحت مظلة هذا المشروع القومي، مشروع حياة كريمة الذي انطلق في 2019 بشكل تمهيدي وتم الإعلان عن المرحلة الأولى له في 2021 وبالتحديد في 15 من يونيو 2021. وربما يتصادف اليوم مرور نحو سنتين على انطلاق هذا المؤتمر للمرحلة الأولى وكان في استاد القاهرة، ونجد اليوم تغير جذري. هذا التغير حدث بالفعل في كل قرى الريف المصري. نتحدث أيضا عن تدخلات اجتماعية واقتصادية، وهنا يكمن أهمية سكن كريم ومحو أمية وتعليم الكبار أيضا وتجهيز العرائس والعديد من المبادرات كمبادرة مصر بلا غارمين أو غارمات لسداد ديون الغارمين في القرى، وأيضا القوافل الطبية التي تعمل في كل ربوع الجمهورية لتوفير خدمات سريعة للمواطن المصري. وأثناء وجود هذه الجولة التفقدية تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية إنهاء قوائم الانتظار. نعود الآن مشاهدينا الكرام إلى النسخة 9 من المؤتمر الوطني للشباب المقام في مدينة برج العرب. سيدي الرئيس، سيداتي وسادتي، ونحن على أعتاب الاحتفال التاريخي بثورة 30 من يونيو، نحمد الله سبحانه وتعالى أنه
ألهم قيادة هذه الثورة، ألهمهم الثبات على الوطن، جعلهم لا يقدمون تنازلاً ولو لقيد أنملة أمام فاشية دأبها حرق أكباد الأوطان، فهزمها، هزمها ليس فقط لصالح وطنه ولكن لصالح الإقليم ولصالح الإنسانية بأسرها. أقدم تحية عرفان وتقدير لقائد هذه الثورة. سيداتي وسادتي، يكتمل خروجنا إلى النهار حين يكتمل وعينا. رهاننا هو رهان الوعي. خذوا مثلاً المؤتمرات الوطنية للشباب التي أشهد وقد شاركت فيها منذ بدايتها، أشهد أن الحرية فيها مطلقة، وأشهد أنها دربت جيلاً من الكوادر الشابة سيقودنا في المستقبل القريب، وبيني وبينكم المستقبل القريب، أمد الله في أعماركم. المؤتمرات لم تنتج فقط الكوادر الشابة، المؤتمرات أنتجت لجنة العفو الرئاسي، تعديل قانون التظاهر، التشريعات المنظمة للإعلام، الأكاديمية الوطنية للتدريب. المؤتمرات طرحت تعديل قانون الجمعيات الأهلية، كانت نقطة انطلاق لمشاريع تطوير التعليم وللهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، وكنت موجوداً حين ولدت هذه الهيئة، ولحياة كريمة، وولد على يديها أيضاً منتدى شباب العالم وغير ذلك كثير. مرة أخرى أقدم التحية، تحية العرفان والتقدير والمحبة لشباب مصر النبيل. هذا الشباب الذي استطاع أن يخرج بنا إلى النهار، ونعول عليه كي يواصل قيادتنا للخروج إلى النهار بحيويته وقدرته على تحويل الأزمات إلى فرص. طوال الوقت هذا جيل لا تقهره الأزمات، هو يقهر الأزمات. لعلكم تتساءلون سيداتي وسادتي، لماذا هذا المؤتمر مدته ساعات قليلة وليس أياماً كما اعتدنا؟ أقول لكم، لأن العالم في زمن أزمة، ودولتنا استجابة لهذه الأزمة اتخذت من الترشيد منهاجاً وسياسة. ما نفعله الآن اختصار عدة أيام إلى عدة ساعات هو الترديد الفعلي للانعكاس الفعلي لهذه السياسة التي تلتزم بها الدولة بصرامة، وأنا كذلك أشهد على ذلك. لأن رهاننا هو رهان الوعي، أستأذن السيد الرئيس في عرض فيلم المشوار، وهو ثمرة للتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة من شبابنا المبدعين. نقطة انطلاق هذا الفيلم كما سترون تواً، يا مرحباً بالانتقادات، شرط أن تكون مبنية على المعلومات. احنا هنكمل اللي بدأناه في المحاضرة اللي فاتت واللي اتكلمنا فيه عن البنية التحتية والتوسع العمراني ودورهم في التنمية الاقتصادية. في اي حد عنده اسئلة من المحاضرة اللي فاتت؟ ايوه ماهر. لو تسمح لي يا دكتور، بعد اذن حضرتك، لو اخد كلام حضرتك واطبقه على ارض الواقع، الدولة بقت تصرف فلوسنا في مشاريع مجهولة زي مشروع العاصمة الادارية اللي محدش عارف له اخر. أيوة يا سين، أنا محتاج أعرف ليه نبدي مشروع في قلب الصحراء ده بعيد عن كل حاجة، ومصالح حكومية إيه اللي الناس هيروحوا لها آخر الدنيا؟ كان أولى بصراحة يا دكتور بدل الفلوس اللي بياخدوها مننا ضرايب دي إنها تتصرف في حاجات تانية زي التعليم أو الصحة مثلا. ياسمين، لما تحبي تشاركي تبقى ترفعي إيديكي لو سمحتي. أسفة يا دكتور، أنا بس حبيت أنظم الحوار، اتفضلي كملي.
وكمان يا دكتور العاصمة الإدارية دي معمولة بس للناس اللي معاها فلوس، يعني مش لكل الناس. أسليم، الحقيقة يا دكتور أنا شايف إن العاصمة الإدارية مشروع من أهم المشروعات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت. حلم خروج من شريط الدلتا الضيق، من زحمة القاهرة، من خنقة حتة الأرض اللي عايش فيها أغلب المصريين ومساحتها لا تتعدى 7 أو 8% تقريبا. وبالمناسبة اللي اتعمل في العاصمة ده ما اتعملش هناك بس، الحل اللي اتعمل في القاهرة اتعمل زيه في محافظات كتيرة جدا. كل مدينة تقريبا اتبنى جنبها مدينة مجاورة ليها جديدة. أنا عندي خريطة يا سليم تشرح كل اللي انت قلته ده. كل المدن تقريبا اتعمل لها ظهير عمران جديد عشان نستوعب الزيادة السكانية اللي بتزيد في كل محافظات مصر. ايوه يا سهى، انا شايفه يا دكتور ان مشروع العاصمه الاداريه مشروع مهم جدا، بس الصراحه مش شايفه ان ده دلوقتي خالص. المفروض كانت تتبني على مراحل، يعني 20-25 سنه على الاقل، لكن انها تتبني بالسرعه دي متهيالي ده هيعمل ضغط كبير جدا على ميزانيه الدوله، خاصه ان احنا خارجين من ظروف ركود بسبب وباء كورونا. معلش يا سليم، شوف الاستاذ مراد عايز يقول ايه. اتفضل. الناس ناسيه تكلفه الوقت يا دكتور، كل ما الوقت بيتاخر اكتر كل ما المشاكل بتزيد، كل ما الناس مش هيلاقوا اماكن علشان يعيشوا فيها بالتبعيه العشوائيات هتزيد، وساعتها هنزيد الضغط على المرافق اللي هي اساسا مش ناقصه. اتفضل اتفضل. انا شايف يا دكتور ان موضوع العاصمه ده تحديدا لا ينطبق عليه كلامنا اصلا، لانها ببساطه فتحت مجال الاستثمار الاجنبي والمحلي. يعني كمان مع التضخم اللي بيحصل النهارده في العالم كله، اللي عملناه من سنتين ب10 قروش كنا هنعمله النهارده ب100 قرش. اتفضل. طب ما هو بنفس طريقة التفكير دي يا دكتور، احنا كان ممكن نعمل مصانع ونشغل فيها الناس قبل ما الدنيا تغلى. ايوه ايوه سليم. اتفضل. هو مين قال يا دكتور ان المشاريع دي ما شغلتش ناس؟ بالعكس، المشاريع دي فيها كثافة عالية جدا من العمالة، وقدرت تستوعب فعلا عمالة كتير كانت راجعة في وقت من ليبيا ومن دول تانية بسبب المشاكل اللي فيها واضطروا يرجعوا مصر. وعلى فكرة نسبة البطالة سنة 2014 كانت واصلة لحوالي تقريبا 13%، وفي 2019 بقت 8%، مع العلم ان احنا كل سنة عددنا بيتزايد. انا سمعت كل اللي قلتوه، وللأسف المعلومات اللي عندكم ناقصة كتير. انا عندي فكرة، ايه رأيكم لما نروح العاصمة الإدارية الجديدة ونشوفها على أرض الواقع ونقيم الموضوع بشكل أوضح؟ يا دكتور عاش من سمع صوتك. عايز اجي ازورك في العاصمة. يا سيدي اتشرف، انا كم مرة قلت لك تعالى. ايوه بس انا مش جاي لوحدي. يا سيدي تنور انت وكل اللي عايزه يجي معاك. انا والشباب اللي عندي في الكلية هيجوا معايا. خير يا ترى؟ رحلة كده انا والشباب يزوروا العاصمة وشوفوا الحقيقة على ارض الواقع، بدل الاشاعات اللي محوطانة من كل حتة وملخبطة افكار الناس. اه والله يا دكتور الله يبارك لك. طب تحبوا تيجوا امتى؟ يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. لا لو كده بقى يبقى نتقابل من اول اليوم واجي معاكم. صباح الخير يا شباب، مبسوط قوي ان انا اكون معاكم النهارده واحنا بنزور العاصمه الاداريه الجديده عشان اجاوب لكم على شويه تساؤلات اكيد بتدور في دماغ كل واحد فيكم. هو ليه نعمل عاصمه اداريه جديده؟ ما القاهره موجوده. لاننا النهارده بنخش حقبة تاريخية جديدة، بنخش جمهورية جديدة، مش عايزين بس ان احنا نصلح فيها اللي فات او نطوره، لا ده احنا عايزين نبني بفكر جديد ونعمل تجديد شامل، فكان لازم نعمل عاصمة إدارية جديدة. العبقري الدكتور جمال حمدان الله يرحمه، ده واحد من أنبه علماء مصر، قال حاجة لخصت فكرة بناء العاصمة الإدارية. قال ايه؟ قال ان الرمل لازم يكون حل للعمران، وإن واحد من أهم الحاجات اللي هتحل مشاكل مصر إن القاهرة تبقى العاصمة السياسية فقط، ما تبقاش العاصمة الاقتصادية والتجارية والإدارية. طب الحمد لله على السلامة يا شباب، إحنا كده وصلنا. هنا يا اولاد
هنشوف أهم معلم من معالم العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الأبراج، وخصوصاً البرج الأيقوني اللي الناس كلها بتتكلم عنه، لأنه بيصنف كأعلى نقطة وأعلى برج في أفريقيا، بطول 385 متر. يعني تخيلوا كده برج القاهرة مرتين فوق بعض. طب واحد هيجي يقول لي ايه لازمته يعني برج ايقوني واعلى قمه في افريقيا، يفيدنا بايه يعني انه يكون برج عالمي؟ هي مش منظره، الموضوع ده ليه مردود مهم جدا اقتصادي وسياحي، ان يكون عندك برج عالمي الناس كلها بتتكلم عنه. المستثمر الاجنبي مش بس بيدور على انه يستثمر في بلد العماله فيها رخيصه ومتوفره، او انه اسعار الخدمات فيها من ميه وكهرباء رخيصه، لا، بيدور كمان على حاجه مهمه، مكان شركتي او مصنعي هيكون فين، المكان اللي هيكون فيه النشاط التجاري بتاعي، هل هيكون الشركه بتاعتي في برج ايقوني الناس كلها بتتكلم عنه، ولا هيكون في شارع صغير في المعادي؟ عشان كده الناس بتنجذب انها تروح لاماكن معروفه زي برج خليفه، ابراج شنغهاي، المركز التجاري العالمي. يبقى ده المردود الاقتصادي. طب يا ترى يا باشمهندس مساحه العاصمه تقريبا قد ايه؟ العاصمه الاداريه مساحتها 170 الف فدان. متخيلين قد ايه؟ يعني تقريبا 680 كيلومتر مربع. ابسطها لك، يعني تخيل كده قد مساحه دوله زي سنغافوره بالتقريب. يعني يا سيدي تخيل اربع مرات مساحة واشنطن عاصمة أمريكا. مساحتها كبيرة مش كده؟ أه طبعا. طب تخيلوا بقى إن المستشارين المعماريين والمسؤولين التنفيذيين في العاصمة بيقولوا إنه مع المشاريع الجديدة في المستقبل مساحتها هتكبر وتوصل ل 237 ألف فدان. إيه رأيك؟ نكمل بقية البرنامج بتاعنا؟ يا ريت يا باشمهندس، عشان يومنا كافي، ولا تحب نجي لك تاني يعني؟ يا سيدي تنوروا، تجونا كل يوم كمان، اتفضلوا. هنا بقى يا شباب مدينة الفنون والثقافة، مبنية على 127 فدان. يا فنانة، لقينا الحاجة اللي تخص. شوفي بقى يا ستي، لو انت بتحب الفن أو أي حد مهتم بالفن فيك وعنده مواهب، هتشوفوا هنا حاجات فعلا هتفخروا بيها. أولا قدامكم أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، بتضم ثلاث مسارح أساسية. أول واحد مسرح للعروض الأوبرالية، وده بيتسع ل 2200 فرد، يعني تخيلوا معايا انه دار الاوبرا في القاهره حوالي 1050 فرد فقط. وعندنا كمان مسرح للعروض الموسيقيه، وده 1200 فرد، ومسرح للدراما، وده حوالي 650 فرد، يعني تخيلوا انه اكبر مسارح مهمه كتير في مصر. ورا دار الاوبرا عندنا مسرح مكشوف بيسع 15000 فرد. ده غير بقى مكتبه العاصمه، ودي بتضم 70000 كتاب مطبوع. طبعا عشان شباب اليومين دول ما لهمش قوي في الكتب المطبوعه، فالمكتبه موفره لكم 2 مليون كتاب ديجيتال، وملحق بيها مكتبه للطفل وصالون ثقافي ومبنى كبير لعروض السينما الوثائقيه. ودي مش كل حاجه هنا في مدينه الفنون والثقافه، احنا دلوقتي شفنا الفنون، تعالوا بقى نشوف الثقافه. هوريكوا جوهره. جينا بقى لجوهرة مدينة الفنون والثقافة، متحف عواصم مصر. المتحف ده بيحكي لنا ملامح تاريخية للعواصم المصرية على مدار 7000 سنة حضارة، 22 عاصمة، لأن زي ما قلت لكم كل ما يبقى فيه فكر جديد بنغير عاصمة، زي العاصمة الجديدة اللي احنا فيها. واخترنا في المتحف ده 6 عواصم أساسية، لأن التغيير فيهم كان تغيير جذري، تغيير مهم. منف، عاصمة الدولة القديمة، أول عاصمة لمصر. طيبة اللي هي الأقصر، بعد ما طردنا الهكسوس اتخذناها عاصمة للدولة الحديثة. تل العمارنة لما جه إخناتون وأعاد توحيد الديانة المصرية. اسكندرية لما جه الإسكندر الأكبر بفكر يوناني ودمجه مع الفكر المصري، ولما جه الفتح العربي ومن بعده جه الفاطميين عملنا القاهرة الإسلامية، ومن بعدها في عهد محمد علي القاهرة الخديوية. والمتحف بيحتوي على أكثر من قاعة، عندنا قاعة المومياوات، قاعة مقبرة توتو، ودي مقبرة مكتشفة حديثا نقلت بالكامل بتتعرض هنا، قاعة العملات، في كمان مبنى الموسيقى المعاصرة، وبيت العود، ومسرح الروماني الصغير.
أما بقى متحف الفن الحديث فده فيه 6 قاعات: قاعة المستشرقين، قاعة ملامح من عصر محمد علي، قاعتين للفن الأوروبي، والفن المصري المعاصر ليه هو كمان قاعتين. معقولة كل ده هنا؟ أكيد، إحنا بلد الفن، فلازم إمكانياتنا اللي نعرض بيها الفن ده تكون على قد أهميته. على فكرة أهم حاجة في المتحف ده مش المعروضات اللي فيه قد طريقة عرضها وإزاي بنلقي الضوء عليها. لو عندكم وقت ممكن نقعد نكمل. لا لا لا، خدنا للجزء اللي بعد كده في البرنامج لو سمحت. طيب يلا بينا. وهنا بقى يا شباب الحي الحكومي، وأول حاجة بتقابلنا في الحي الحكومي هو حي الوزارات اللي انتوا شايفينه قدامكم، اللي بيضم 34 وزارة تقريبا، ده غير مقر رئاسة الوزراء ومجلس النواب وعشر مجمعات زي مجمع التحرير. تخيلوا بقى مجمع التحرير ده لما يتشال من قلب العاصمة ويتفك هنا بعشر مجمعات فيهم كل المصالح والهيئات اللي انتم محتاجينها، يعني مثلا التأمين الصحي إذا كان مجالس نيابية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يعني ببساطة جدا تخيلوا الموظف بدل ما هيقول لك هات لي الورقة دي من وزارة كذا وتروح آخر الدنيا وتروح وسط البلد، لا، في نفس اليوم هتنزل من هنا لهنا وتخلص مصلحتك بسرعة. طب يا باشمهندس، لما الوزارات تتنقل هنا الزحمة هتخف في القاهرة، وده شيء مفهوم طبعا، بس ازاي الدولة هتقدر تستفاد اقتصاديا من الموضوع ده؟ تقليل البيروقراطية بيساوي وقت للدولة وللمواطنين، الوقت ده بيترجم لفلوس كتير. يعني مثلا الزحمة المرورية، الزحمة المرورية دي بتعمل شلل تام لكل مرافق الدولة. وعشان اقرب المسافات بالارقام، القاهرة الكبرى لوحدها بتخسر سنوياً حوالي 8 مليار دولار بسبب الزحمة. ايه بس مهندس؟ ايه؟ احنا نفضل هنا طول الوقت ولا ايه؟ وتهدينا حي المال والأعمال، احنا ما عندناش وقت على فكرة. ما احنا مش محتاجين نروح، هو حي المال والأعمال هو ده. زي ما انتوا شايفين مركز لكل الأنشطة التجارية والمالية والإدارية اللي ممكن يحتاجها أي مستثمر. وأنا في رأيي إن الحي ده بالاستثمارات اللي دفعت فيه والإمكانيات اللي موجودة فيه هيخلي مصر مركز إقليمي لحركة التجارة والمال والأعمال، مش بس في العالم العربي لكن في الشرق الأوسط كله. طب بعد إذنك يا باشمهندس، هو الناس هتيجي تعيش هنا ولا ده هيبقى بس مكان للشغل؟ لا طبعا، هيبقى كمان في أحياء سكنية، في أحياء سكنية موجودة زي مثلا حي الأرسري، وده علشان الناس بتقول إنه العاصمة الإدارية لناس وناس. لا، هنا عندنا حي الأرسري مثلا في وحدات سكنية لجميع المستويات المختلفة اللي تناسب كل شخص في المجتمع. طب يا دكتور، هو أنا ينفع صور واخد ستوريز؟ والله أنا ضيف زيه بيقول عليه الباشمهندس ماجد، هو اللي هنعمله. طبعا شرفونا، اعملوا كل حاجة، خدوا راحتكم. بصوا بقى يا شباب، احنا هنا في معلم جديد من المعالم بتاعة العاصمة الإدارية، المدينة الرياضية والمدينة الأولمبية. احنا هنا في المدينة الرياضية. هو احنا هنروح المدينة الأولمبية؟ لا، ده عايزة بقى يوم بحاله، لأن ده مشروع عملاق ومحتاج وقت كتير جدا عشان نشوفه، لأنه ده هيخلي مصر عندها استعداد إنها تستقبل بطولات عالمية. المدينة الأولمبية مبنية على 92.5 فدان، فيها 4 ملاعب كرة، 10 ملاعب خماسي، 8 ملاعب تنس، وصالة مغطاة عملاقة بتساع 7000 فرد وفيها 3 استادات. ده غير المطاعم والفنادق والمحلات الرياضية والأماكن الترفيهية سواء للزوار أو للرياضيين. وغير إن المكان ده ليه فايدة كبيرة جداً على الرياضة المصرية والرياضيين المصريين، هو كمان نقطة مضيئة لمصر في كل مرة هتتقدم فيها إنها تستضيف بطولة من البطولات العالمية، وهتقدر تخليها تستقبل بطولات عالم من غير ما تعمل الزحمة الرهيبة اللي بتحصل في البلد ساعة لما بتيجي الوفود والموقف لهم الطريق والاستقبالات والحاجات دي كلها. ومين عارف، يمكن في يوم من الأيام تلاقي مصر بتستضيف كأس العالم. طب واللي هيقول لي إيه يعني ما تستضيف كأس العالم، وإيه يعني نستضيف بطولات عالمية، هنستفيد إيه؟ لازم تعرفوا إن الرياضة النهاردة صناعة واستثمار، وممكن كمان تبقى مصدر كبير من مصادر الدخل القومي. فعلاً المحافل الرياضية سبب رئيسي للدعاية لأي بلد، وممكن تكون وسيلة للجذب السياحي.
سهلا عادي. ايه ده؟ سوري يا شباب. لا سوري ايه ده، احنا هنيجي نلعب معاكم دلوقتي. طب يلا بينا. قول لي يا دكتور. انتوا تلعبوا لكن انا هقابلكوا حكم الصفاره. يلا. يلا. مستقبل مصر، وهنا مستقبل مصر. ألم أقل لكم يا مرحبا بالانتقادات، شرط أن تبنى على المعلومات، دون هذا الشرط تكون الانتقادات بضاعة أتلفها الهوى. أستأذن الآن السيد الرئيس كي ندعو المتحدثين لبدء جلسة الحوار، فليتفضل السادة المتحدثون. وأدعوهم الآن سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سيادة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار، سيادة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، السيدة إيمان أبو غزالة أمينة أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، الدكتور أحمد علاء الدين الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل وطن، السيدة عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن أيمن الشريك المؤسس ورئيس العمليات بشركة إديوكيتلي. نحن سيداتي وسادتي، نحن سيد الرئيس نثق في شعبنا، نثق في شبابنا، فهؤلاء بحيويتهم وإبداعهم وصلابتهم لا توقفهم الأزمات، بل هم يوقفون الأزمات، أو هذا على الأقل هو ما نتمناه منهم. نحن نعول عليهم، هم شبابنا قادة الخروج إلى النهار، خروجنا وخروجهم هم. قبل أن أبدأ الحوار أستأذنكم في أن نمنح الأستاذة عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة دقيقتين تحدثنا خلالهما عن كواليس فيلم المشوار. شكرا لحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساء الخير على حضراتكم. من سنه ونص تقريبا يا فندم بدانا نلف الجامعات، كان نفسنا نعرف الشباب ايه اللي بيحصل في مبادره حياه كريمه على الاخص في بقيه المبادرات. فتحنا باب التطوع وسعينا اننا نتواصل بشكل مباشر مع الشباب والنشأ كمان. في شباب جات لنا وفي ناس احنا رحنا لهم برجلين، ولقينا الحقيقه ان الشباب كله متشابه في احلامه وطموحاته وافكاره الطيبه. يمكن ان الخلاف الوحيد هو على مدى رؤيه الواقع، والمدى هنا نقصد بها المدى يعني المساحه وفلسفه ترجمتنا كمان للواقع. فبدانا نقاشات سوا وفي كل المحافظات فعليا، ولقينا ان في 360 درجه لكل موضوع، وان اقصى رؤيه للفرد تقريبا 90 درجه. يعني احنا فاقدين ل 290 درجه مش شايفينهم، يعني في اربع وجوه لكل حقيقه احنا مش شايفينها. في اللحظه دي احنا حسينا ان احنا الحل هو ان احنا نتكلم ونقعد كلنا في مكان واحد ونبدا نتناقش ونتبادل المعرفه، لان احنا عندنا كتير نحكي، وعندنا على قد الكتير ده تحدي كبير جدا اسمه تحدي المعرفه. ولو حضرتك تسمح لنا، احنا كمان اكتشفنا ان احنا يمكن قليل من الارض يكفي لكي يعني نلتقي كلنا في سلام. فهي ديات اللي احنا لقيناه جوه الجامعات، ومن هنا استوحينا فكره 360 درجه، وهي فكره الفيديو بتاعنا. أشكرك سيدتي شكرا كريما جزيلا. في البداية أحب التأكيد للسادة المتحدثين على الالتزام بالدقائق الخمس الممنوحة لكل واحد منكم. الوحيد الذي يمكنه أن يمنح الاستثناء طبعا هو السيد الرئيس، اتفقنا أليس كذلك؟ عظيم. سنبدأ بسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. سيادة المستشار، تلاحقنا أو على الأقل تسكن وعينا فكرة أننا
نبدأ الحوار ثم ننفعل ونحوله إلى شجار. ما هي تجربتك في إدارة الحوار الوطني؟ يعني دعني أختلف معك قليلاً. تجربة الحوار الوطني كشفت عن أن ما يجمعنا أكبر وأكثر بكثير مما نحن مختلفون فيه. لكن إمتى اكتشفنا الكلام ده؟ اكتشفنا الكلام ده لما بدأنا نسمع بعض. لما بدأنا نسمع بعض عرفنا أن ما يجمعنا كثير، ودينا نفسنا فرصة نفهم بعض. فخامة السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا. شرف كبير أن أستعرض في دقائق محدودة ما جرى ويجري في الحوار الوطني بعد إذن سيادتك. البداية زي ما كلنا عارفين كانت من إفطار الأسرة المصرية في إبريل سنة 2022، عندما وجهتم سيادتكم الدعوة الكريمة المستنيرة لجميع القوى السياسية الشبابية والحزبية في دعوة شاملة جامعة تشاركية لترتيب أولويات العمل الوطني. وهذه الصورة كانت لا تفارق جلسات الحوار الوطني. لكن لازم نسأل نفسنا سؤال، لماذا إبريل 22 مش قبل كده؟ الحقيقة أن أي منصف يجب أن يعرف أن الدولة المصرية منذ 2011 كانت تعرضت لتحديات جسيمة جدا، وأنا يعني بسميها حتمية مواجهة الإرهاب واسترجاع الأمن، حتمية تأسيس وإعادة تأسيس واستعادة أركان الدولة وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، حتمية بناء الاقتصاد والبنية التحتية. لا تحدثني عن أي سياسة أو أي حوار من غير أمن، من غير مؤسسات دستورية، من غير اقتصاد وبنية تحتية. الحوار الوطني جاء في توقيته وفي ترتيب أولوياته السليم. إذا عشان ألتزم بالوقت المحدد ليا، إذا حبيت أستعرض بسرعة المحطات التي وقف فيها الحوار الوطني: دعوة سيادتكم الكريمة في إبريل بإطلاق الحوار الوطني، إعلان المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية. زي ما حضراتكم شايفين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 20 عضواً من مختلف التيارات والانتماءات السياسية. عقدنا جلساتنا، تم اختيار مقررين ومقررين مساعدين، تم تحديد الموضوعات والشواغل. بدأ حالة الحوار تروح ل باقي محافظات الجمهورية. انطلقت الجلسة الأولى في 3 مايو، وكانت جلسة شديدة التنوع في الحضور وفي الأفكار، حضرها كل مكونات المجتمع المصري، لتبدأ رسمياً في 14 مايو الجلسات العلنية. سيادة الرئيس، إذا حبيت برضو ألخص بسرعة على مستوى مجلس الأمناء، فمجلس الأمناء مكون من 20 عضو، عقدوا 25 اجتماع، بذلوا 250 ساعة عمل كمجلس أمناء و 2000 ساعة عمل كأمانة فنية التي أشرف برئاستها. تم اختيار 44 مقرر ومقرر مساعد. تم تقسيم العمل على أساس 3 محاور: محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي، من خلال 19 لجنة ليناقشوا 113 قضية هي التي تمثل الشواغل والتحديات للمجتمع المصري. وليس لدى مجلس الأمناء ولا لوائح المجلس ما يمنع من إضافة أي قضايا جديدة تكون مستجدة. وأذن لي سيادة الرئيس أن أتقدم بالشكر في هذه اللحظة لزملائي أعضاء مجلس الأمناء والسيد المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان على الجو الإيجابي اللي احنا قضينا فيه الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه. لولا هذا التفاهم، لولا محاولة الجميع خلق المساحات المشتركة، ما كانش الموضوع ده ممكن ينجح. على مستوى الجلسات العلنية، فإحنا عقدنا 31 جلسة بإجمالي مناقشة 50 موضوع، حضرهم كمناقشين وحضور
2600 مشارك ممثل منهم 65 حزب. شرفنا بالحضور 16 سفير وممثل لمنظمة أجنبية بحضور 266 وسيلة إعلامية. إذا كان من معايير نجاح أي حوار وطني أنه يكون شاملاً، ويقاس الشمول بعدة معايير. يجب أن يكون شاملاً جميع الفئات العمرية، يجب أن يكون شاملاً المرأة والرجل، وأيضاً يجب أن يكون شاملاً جميع القطاعات الجغرافية. سيادة المستشار، انتهى الوقت. شكراً جزيلاً. طيب يعني أكمل الفكرة. طب استنى بس، استنى بس. طبعاً يا فندم طبعاً، لكن إحنا اتفقنا أنه حضرتك الوحيد القادر على منح الاستثناء. سنة وشوية بيتعذب هو والمجموعة في جلسات وعمل يعني ممتد يعني، فهو مش هيقدر أبداً في خمس دقايق يغطي كل. أوامرك يا فندم. لا مش أوامر والله، خلينا بقى حوار بقى، مش بدي كلمة حوار، اديله فرصة. تفضل. شكرا يا سيادة الرئيس، يعني لا تحرمنا هذا الشرف أرجوك يعني. طيب شكرا سيادة الرئيس. 40% من المرأة من المشاركين كانوا مرأة في جلساتنا مقابل 60%، لكن جلسة الوصاية على المال شاركت فيها المرأة بنسبة 60%. بالنسبة للفئات العمرية بتاعتنا 18% واقعون من 26 ل 35 سنة، 40% من 36 ل 50 سنة، 20% أكبر من 60 سنة، ودائما كنا حريصين على أن نمثل الفئات العمرية من 12 ل 18. ده على مستوى الشمول النوعي والشمول الجغرافي. على مستوى الشمول الجغرافي كل محافظات الجمهورية كانت بتشارك كلها، لكن الأعلى مشاركة كانت هذه المحافظات: 30% القاهرة، 10% الجيزة، 6% اسكندرية وقليوبية، و 5% غربية. طيب أعلى لجان من حيث أعداد المشاركة، المفاجأة كانت لجنة التعليم، أكثر لجنة في طلب مشاركة وفي حضور، يليها لجنة حقوق الإنسان، يليها لجنة الأحزاب السياسية، ثم التمثيل النيابي ومباشر الحقوق السياسية، ثم الأسرة والتماسك المجتمعي. ماذا ناقش الحوار الوطني على المحور السياسي؟ في قضايا كانت محل توافق، محل توافق واضح الاتجاه ان احنا رايحين في توافق، لكن في قضايا لا تزال قيد المناقشة. على المستوى السياسي ناقشنا المجالس الشعبية المحلية والنظام الانتخابي، ناقشنا ايضا قانون حرية تداول المعلومات والاحزاب السياسية ومشكلات التعاونيات. على المستوى الاقتصادي ناقشنا برامج الحماية الاجتماعية، السياحة، اولوية الاستثمارات العامة، توفير مستلزمات الإنتاج في مسألة الزراعة وتوطين الصناعة. في المحور المجتمعي ناقشنا مسائل الوصاية على المال والحالة السكانية، الهوية المصرية، والتعليم قبل الجميع، وتم عقد لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون شرف الحوار الوطني وشرفت إدارته بتوجيه سيادتك الكريم بأنه يحال من الحكومة إلى مجلس الأمناء للتداول فيه ودراسته. لكن على المستوى السياسي يجب أن ندرك أن الحوار الوطني نمى قدرتنا على إدارة الاختلاف، نمى لغة الحوار بيننا، أحدث حراكاً إيجابياً على مستوى الحياة السياسية. استفاد الكثيرون من تفعيل لجنة العفو، وخرج الكثير من المحبوسين، كما استخدم السيد الرئيس مشكوراً سلطته الدستورية في العفو عن بعض العقوبات. أيضاً استقبلنا مئات المشاركات وخلقنا حالة مجتمعية داخل كل مؤسسة. مئات الآلاف. مئات الآلاف. هو 180,000 بس التوتر معلش. طيب أيضاً الحوار الوطني كشف عن تقديم كوادر سياسية جديدة، أفكار جديدة، رؤى جديدة، وليس أدل على ذلك من أن في كتلة كاملة تكونت أثناء الحوار وسميت بكتلة الحوار. الحوار الوطني من أهم النتائج المترتبة عليه أن احنا أصبح لدينا وعي أكبر وتفصيل وفهم أعمق للمشاكل بتاعتنا، وده ما كانش ممكن إلا بتوفير المعلومات
والمناقشة الجادة فيها. لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة للأمام بغير الإرادة السياسية والدعم الصريح والكامل. السيد رئيس الجمهورية كان في كل مناسبة حريصاً على أن يثبت هذا الدعم. في مطالبة مجلس أمناء الحوار لسيادتكم استجبتم بمنح المواطنين منحة استثنائية في الحماية الاجتماعية في أغسطس، دعم التموين، ثم أيضاً الاستجابة المتميزة السريعة للتنبيه لمسألة الإشراف القضائي وتوجيه سيادتكم بسرعة دراسة هذه المسألة. سيادتكم وجهتم كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية، وأخيراً إحالة سيادتكم لمشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لمجلس الأمناء لمناقشته. حابب أن أنا أقول أن السلايد دي سلايد صريحة شوية. إحنا كنا في الأمانة الفنية بنعمل قبل كل جلسة استبيانات، وكنا بنسأل الناس دون أن نطلب منهم أن هم يقدموا أسماءهم. هل عبرت عن رأيك في جلسات الحوار بحرية وصورة وبصورة كاملة؟ كانت الإجابات 83% نعم، 13% إلى حد ما، و4% لا. هل كم كان عدد المشاركين سيادة المستشار؟ بيتغير من جلسة لجلسة، لكن هم يعني بالألف. نتحدث عن الألف. لا، لأننا ده استبيان إلكتروني. نعم. تمام؟ السؤال الثاني اللي كنا بنطرحه، هل ترى أن ما يتم تداوله وطرحه في جلسات الحوار الوطني يعبر عن اهتمامات الشارع المصري ويعكس آراءه؟ إحنا صرحاء، 60% قالوا يعبر بشكل كامل، 38% يعبر بعض الشيء، 2% لا يعبر في بعض القضايا والآراء. طيب، الحوار الوطني زي أي مشروع، زي أي فكرة، بيكون ليه مؤيدين وبيكون ليه مناهضين ومشككين. ففي الجزء ده هنستعرض الشائعات التي تعرض لها الحوار الوطني. أول شائعة: جلسات الحوار الوطني ستار لتغطية مشاركة الإخوان. غير صحيح. من أول يوم استبعد كل من تلوثت يده بالدماء، استبعد كل من لم يحترم الدستور المصري، استبعد كل من تسبب في الألم في يعني للشعب المصري. فهذه فرية وإشاعة كاذبة. مجلس الأمناء مكون من 20 عضوا، ولا يوجد من بينهم من يمثل المعارضة، أي أن الدولة تحاور نفسها. غير صحيح. مجلس الأمناء يضم كل التيارات وكل الفئات. لا أتصور أن وجود الأستاذ كمال زايد، لا أتصور أن وجود النائب أحمد الشرقاوي والنائبة أميرة صابر وغيرهم في مجلس الأمناء يعني معناه أن الدولة بتحاور نفسها. الأحزاب السياسية سوف تنسحب من الحوار الوطني لعدم التمثيل الكلي. لم نسمع عن حزب واحد انسحب، بل إنني يا سيادة الرئيس أقول صراحة أمام سيادتكم أننا نعاني من تنظيم الحضور بسبب كثرة الطلب، ومش عاوزين نزعل حد. الناس كلها عاوزة تيجي الحوار الوطني، وإحنا مش قادرين نزعل حد. كل الناس عاوزة تيجي تشارك في الحوار الوطني. الحوار الوطني أقيم كواجهة إلى حين انتهاء أعمال مؤتمر COP27. الحمد لله COP27 عقد وأنجز على أعلى وجه وأعلى مستوى، وإحنا فعلا كنا عاملين كده عشان COP. يعني ده هي أصلا الجلسات لم تبدأ إلا بعد COP. يعني آخر إشاعة: أعضاء الحوار الوطني يتقاضون 20,000 جنيه في الجلسة الواحدة. والله يا فندم ولا 20 قرش حتى. طيب، ماذا بعد؟ هل الحوار الوطني كإجراءات مستمرة أو منتهي؟ هنعمل إيه؟ إحنا في إدارة الحوار الوطني مستقرين على إن التمييز ما بين حالتين. الحوار كإجراءات هنكمل الجلسات بتاعتنا، وهنتشرف برفع مخرجاتنا لسيادتك لتقرر فيها وجه الوطن، وجه صالح الوطن.
لكن الحوار كحالة نتصور أنه من المهم أن يستمر الحوار، لكن في النهاية دعني لا أتجاوز قدري، فصاحب الدعوة موجود وهو أقدر على الإجابة إن أراد. خليني أنا بشكرك الأول معالي المستشار محمود، وأقول لك إن كتير من الجلسات أنا كنت يعني معلش أنا هاخد دقيقتين و يا فندم معلش إيه؟ لا معلش حوار ما ينفعش ف وشفت الكلام الجميل اللي كان بيتقال يعني من الدكتور علي لما كان ماسك المحور السياسي، وإزاي كان بيتكلم على إن إحنا يا ريت كنت أنت جبت بعض الفقرات اللي تم تداولها وكانت واضحة قوي على قد إيه حجم التفاهم وحجم مش الخلاف مش الاختلاف وماله ما احنا عاملينه ليه عشان نتكلم وكل واحد يقول وجهة نظره ليه في النهاية بتستهدف الوطن مش كده؟ بتستهدف مصلحة الوطن طبعا. ما حدش مننا يقدر يقول إن أنا بس اللي امتلك مصلحة الوطن صحيح. لا ما ينفعش، كلنا نمتلك بلدنا وكلنا مسؤولين عنها، ما حدش يقدر يتهم حد لا بالخيانة ولا بالعمالة ولا حتى بالجهل، لكن ممكن نقول يعني محتاجين ننظم ده. وأنا عشان كده أقول لك إن الحوار كحالة إحنا محتاجين إنها تستمر، دي نقطة. النقطة التانية المخرجات اللي أنتوا هتوصلوا لها سواء كان في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي اللي داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون انا هصدع عليه. طب اللي مش داخل صلاحياتي على البرلمان على ايه؟ تروح للبرلمان هو يعني يتحرك فيها، لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدوله كحكومه ان احنا نتحرك فيها نطلع فيها قرارات انا بقول لك قدام الناس كلها انا حمضي عليها دون قيد او شرط. شكرا. طالما انها داخل حاضر داخل صلاحيات المسؤوليه دستوريا وقانونيا طبعا، ثم اللي خارج ده هتحل البرلمان يتحرك فيها بالشكل اللي المناسب كهم كممثلين للشعب المصري. انا كده رديت على المطلوب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وافر الامتنان لسيادة الرئيس. أدعو الآن سعادة الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار التي هي نفسها كما قال سعادة المستشار من ثمار الثمار النبيلة لحوارنا الوطني. أدعوه ليلقي كلمته، لكنني أحب أن أسألك أولا يا دكتور باسل عن حال السياسة في الحوار، وهل تنصت الحكومة، هل تنصت الدولة للأصوات المعارضة؟ هل تتعامل معها بجدية؟ تفضل. يعني بالتأكيد ردي على السؤال حالة مبشرة جدا وانفتاحها سياسية وانفتاح للمجال العام، ويعني إطلاق الحوار الوطني الحقيقة أنا كنت بعيد عن السياسة حوالي 7-8 سنين، بإطلاق السيد الرئيس إشارة البدء في الحوار الوطني أنا رجعت للسياسة وبقت فيه كمان كتلة الحوار. اسمح لي سيادة الرئيس أن أوضح في كلمتي ما هي كتلة الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم. أتشرف بأن أقف أمام سيادتكم الآن ممثلاً لكتلة الحوار، ذلك الكيان السياسي الذي ولد من رحم الحوار، مساحات مشتركة أسس لها الحوار فأنبتت كتلتنا. كتحالف سياسي ليبرالي الهوى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، تألف تحالفنا من قامات برزت في الحوار وجلساته وعلى ضفافه أيضا، فهو كيان يجمع ما بين سياسيين وأكاديميين وتكنوقراط وفنيين من أبناء شعبنا العظيم. ما جمعهم أنهم يدركون صعوبة الواقع وتحدياته ويشعرون بإحساس الشارع وطموحاته. تحالف يؤمن بالفكر وقادته ويقدس آمال رجل الشارع البسيط. تحالف يؤسس لإيجاد البدائل والحلول دون ممالأة أو ترصد.
فنحن معارضة موضوعية لا تسعى أبداً لتسجيل النقاط، ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب، وأن نتفق الآن وليس غداً على حتمية التفاهم والاستيعاب ومد جسور الثقة بين جميع الأطراف. فنحن كتلة سياسية تتعاون لعلاج القضايا والتحديات بدلاً من إلقاء التهم والشقاق. ننطلق من شرعية الدستور ونؤمن بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما المكون السياسي الأبرز لحاضرنا ومستقبلنا. سيادة الرئيس، ما يفوتنيش أبداً إن حي حضرتك على إنقاذ مصر في 30 يونيو من حكم فاشي تستر بالدين. نحن أبناء التراكم الوطني نؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي، نقف في مساحة بين الترصد المغرض غير الموضوعي وبين التهليل المستمر. سيادة الرئيس والحضور الكريم، نحن جيل سياسي يدرك كل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، فمنذ عقد مضى ومصر تعاني من أحداث وظروف استثنائية، ثورة 25 يناير و30 يونيو وما ارتبط بهم من استنزاف لطاقات الاقتصاد، إرهاب منظم دفعنا ثمنه من أرواح شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة، وباء كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، أزمات دول الجوار، ليبيا والسودان وسوريا وتداعياتها على الأمن القومي المصري، حتمية الإصلاح الاقتصادي والذي تأخر منذ عام 1977 وتم إنجازه بكل جسارة وشجاعة في عهد سيادتكم وغيرهم من التحديات الكثير. كانت هذه هي المحن، ولأن من رحم كل محنة تولد ألف منحة، فقد انغمست الإدارة في ثورة التعمير الشاملة وبنيت الدولة من جديد في جهد طموح وعمل دؤوب وشجاع لا ينكره إلا جاحد. وبالتوازي تطور سياسي ملحوظ طوال العامين المنصرمين، فعلى سبيل المثال رفع تطبيق حالة الطوارئ، تشكيل لجنة العفو الرئاسي وخروج أكثر من 1400 سجين رأي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إصدار وثيقة ملكية الدولة، بدء جلسات الحوار الوطني وغيرهم من الإيجابيات. هذا التطور السياسي لا ننكره أيضا، ولكننا ننتظر المزيد والمزيد. فالحرية السياسية وفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات حق أساسي سيادة الرئيس. قانون مباشرة الحقوق السياسية يكرس للتعددية السياسية والحزبية، ويكرس لحرية الاختيار ونزاهة الانتخابات. قانون أحزاب يطيح إصدارها وتكوينها، كما يراقب أيضاً لوائحها الداخلية ويدعم نموها وانتشارها. قانون انتخابات المحليات وعقد الانتخابات المحلية في أقرب وقت. السماح للمجتمع المدني للعمل بلا قيود، فليس لدينا ما نخفيه. نريد إطلاق تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد والانسحاب للخلف لصالح القطاع الخاص، والتخلص من تركة العهد الاشتراكي التي أثقلت البلد. نريد أن ننطلق لاقتصاد السوق الحر بدون مواربة، فلقد ولى عهد القطاع العام، وذلك بالتأكيد مع الحفاظ أو على الحفاظ على حقوق العمال ومستقبلهم. فليس مهمة الدولة مزاحمة القطاع الخاص، بل توفير كل السبل لتسهيل مهمته في الربح المشروع وتسهيل الاستثمار وانتظار عوائد الضرائب العادلة. تحدي ارتفاع الأسعار سيادة الرئيس يتطلب تدخلاً استثنائياً ولو لفترة مؤقتة حتى تنضبط الأسواق. نتطلع لإعلان نتيجة تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات القناة، تمهيداً لبدء تعميم التأمين الصحي الشامل في كل ربوع مصر. الوقت انتهى يا دكتور. دقيقة واحدة. تفضل. دقيقة واحدة. تفضل. نتطلع لتوفير الاستحقاق الدستوري لموازنة التعليم ولو بشكل تدريجي، وتفعيل مبادرات أهلية لسد هذا العجز في التمويل. كل أمل سيادة الرئيس أيضاً في إنهاء ملف سجناء الرأي، وأن لا يأتي العيد إلا وكل سجين رأي بين أولاده.
ختاما سيادة الرئيس والحضور الكريم، إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية لن تحل سوى بحيوية المجتمع، ولا سبيل للخروج سوى باستمرار العمل والتكاتف لكل القوى الوطنية، والعمل على وجود برلمان قوي يعبر تعبيرا حقيقيا عن التعددية السياسية والحزبية وعن كل آراء الشعب المصري وأوجاعه وآماله، برلمان يمارس الرقابة والتشريع دون وجل أو خوف، ولا يرضعه إلا صوت الجماهير وضميره. سياسة الرئيس، نحن في كتلة الحوار لا نسعى وراء ثورة أو تثوير، فنحن معارضة نسعى لرأب الصدع بدلا من تعميق وتوسيع الشرخ. نحن لدينا أوجاع سياسية من فترة مضت، ولكننا سنعمل لتحويلها لطاقة أمل لأيامنا القادمة. ختاما سيادة الرئيس، أطلقت سيادتكم شارة البدء للحوار الوطني والذي استلهم نجاحه الكبير من فتح المجال العام وتجلت التعددية السياسية والحزبية بين جنباته، وارتفع سقف الحوار لترتفع معه رأس النظام السياسي عاليا مستوعبة ومدركة لأهمية اللحظة التاريخية، وكأن الحوار جسرا يعبر بنا من مرحلة اضطرت فيها الدولة لاستخدام شرعية القوة لمواجهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة إلى قوة الشرعية والتي تنبع من نظام سياسي حقيقي وفعال. هكذا أرى الحوار جسرا يعبر من شرعية القوة إلى قوة الشرعية. فشكرا للعبور الثاني سيادة الرئيس. سيادة الرئيس وكل الحضور الكريم، كل الأمنيات الطيبة لبلدنا الغالية مصر، وكل الشكر والتقدير لسيادتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور باسل. شكرا جزيلا. يعني أخطركم أن سيادة المستشار محمود فوزي طلب الكلمة مجددا، وأنا لا أستطيع إلا أن ألبي طلبه، فهو من قادة حوارنا الوطني. تفضل سيادة المستشار. سيادة الرئيس، يعني قد لا تتكرر هذه الفرصة كثيرا، وحتى لا أتهم بأنني أهدرت فرصة يعني مهمة، يعني أنا حابب أضع تحت بصر سيادتك أن لدينا في الحوار الوطني توافقا وشيكا أكيدا على ثلاث موضوعات. الموضوع الأولاني تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال تحل مشاكل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأسر المصرية. قانون قديم سنة 52 وضع في ظروف اجتماعية معينة، وكشفت الحاجة المجتمعية عن أنه يحتاج إلى إعادة نظر، ونوقش بالفعل في جلسات الحوار الوطني، وهناك توافق واضح. طبعا مجلس الأمناء هيرفع المسألة دي لسيادتك، ولكن دي مسألة أولى. مسألة ثانية، يعني لدينا الاستحقاق دستوري والتزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو بالمناسبة أيضا ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أي أن الدولة المصرية نفسها ترغب في إصداره. هذا محل توافق، ويجب أن يكون هذا القانون قانونا متوازنا يراعي مصالح الأطراف جميعا. النقطة الثالثة، تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز. هذه يعني أنا بتكلم في موضوعات يعني المفروض إن هي يعني ما فيش فيها إن شاء الله مشاكل خالص، أرفعها لمقامكم الكريم للنظر فيها. الأمر بين يديك سيادة الرئيس. أنا قلت وبأكد مرة تانية، كل اللي ممكن أنا أعمله ثق إن أنا أحمله بما فيه الثلاث موضوعات اللي أنتم ذكرتهم، سواء ده كان داخل صلاحيات الدستور والدستور والقانون، او ان احنا نحل الموضوعات ديت على البرلمان ويعني تاخد نقاشها وتطلع فيها. انا ما عنديش مشكله يعني، واطمئنوا، وده يعني مش توجيه، احنا هنعمل ده دلوقتي. اللي انت ثلاث موضوعات اللي انت كلمت فيها هذا سيضاف الى الدعم الكبير الذي يقدم من مقام الرئيس للحوار الوطني. صحيح. شكرا سيادة الرئيس. سيداتي وسادتي، يتطلب الخروج الى النهار إرادة تقهر الصعاب، تجبر الأزمة على التحول إلى قدرة. هذا ليس كلاما إنشائيا، هذا كلام مأخوذ من تجارب شباب نعرفهم
بعضهم واقف على هذا المسرح. دعوني أرحب بالسيدة عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وهي من هؤلاء الشباب، وبالدكتور عبد الرحمن أيمن الشريك المؤسس لشركة إديوكيتلي للتعليم، وهو من هؤلاء الشباب الذين حولوا الأزمات إلى قدرات. سوف أبدأ مع الأستاذ عهود. أستاذ عهود، صحيحي لنا أولاً قبل أن تتطرقي إلى التجربة، صحيحي لنا ما لدينا من مفهوم قد يكون مغلوطاً، إنه العمل التطوعي في مصر يعني لا يلقى إقبالاً بعافية حبتين. اتفضلي. يعني لو حضرتك تسمح لي، هو معرفتنا هي اللي بعافية حبتين، لأن الحقيقة أنا بدأت كمتطوعة من وأنا في خمسة ابتدائي. أنا كنت المدرسة كلفتني أن أنا أنظف المنطقة اللي حوالينا. فكرة التطوع دي بتنبع من أول المدرسة. أنا بتشرف دلوقتي كمان أن أنا متطوعة في حياة كريمة، وأني كنت مش بس من 1500 متطوع من شباب البرنامج الرئاسي اللي بدأوا ينطلقوا في كل المحافظات من أول ما حضرتك ما أطلقت سيادتك المشروع أو المبادرة بتاعت حضرتك كمان. لا، إحنا كمان دلوقتي أنا بفتخر أن أنا كمان جزء من 300 ألف متطوع في التحالف الوطني. الشباب اللي حضرتك قابلتهم النهاردة في المحافظة دول مثال من أهل المحافظة، وحضرتك وهم بيبقوا كل محافظة حياتك بتقول بس إن نفسي حياتك تزورها، بأول ناس عايزين يقولوا حاجة، إحنا موجودين، إحنا بنطمن حضرتك إن إحنا موجودين، إحنا اللي هننزل وإحنا اللي هنساعد الدولة وفي كل خطوة بتعملها في إطار التنمية. فده حاجة تشرفني، ويشرفني إن أنا أفضل أفكر نفسي طول الوقت إن أنا بدأت متطوعة، وده اللقب اللي أنا دايما أفضله ليا. وطبعا حضرتك عارف يعني انا يعني فكره تقدمنا ديت وازاي حلمنا بيتحقق هي مرتبطه دايما بايماننا من جوانا احنا مين وبنعمل ايه وفخورين بايه. عشان كده احنا فخورين يا فندم ان احنا جزء من خطه التنميه المتكامله لحضرتك وللدوله في الوقت الحالي. يمكن احنا في مؤسسه حياه كريمه ومع كل شركائنا في مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التحالف مقررين ان احنا نكمل بعض ونركز بالاخص على ملفين كبار، التمكين الاقتصادي والدعم الغذائي، عشان واحنا شغالين على خطط التخرج من الفقر نشتغل بشكل تكاملي على تحقيق العدالة اللي مبني على مبادرة حضرتك حياة كريمة. لكن وبنفس الثقل بنشتغل على التوازي على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. احنا من جوانا مؤمنين بدورنا ده، ولكن كمان مؤمنين بدورنا اللي نبع من زيارتنا للجامعات والأخواتنا اللي لسه في الجامعات، ان في دور توعوي مرتبط عندنا برهان الوعي اللي حضرتك دايما بتتكلم عليه، ان احنا لازم نلعبه. عشان كده يعني انا يشرفني ان انا اقول ان احنا الفتره الجايه احنا هنكثف بقى فتره الاجازه والمصايف وكده، احنا هنعمل معسكرات للشباب، هنعمل معسكرات للشباب والنشأ كمان، نعمل زيارات ميدانيه لكل الحاجات اللي بتحصل في الدوله والانجازات اللي حضراتكم بتقوموا بيها والمواطن شايفها وحاسس بيها بس الشباب مش فاهم هي ليه وايه الفرق بين قبل وبعد. يعني هتعملي مشوار؟ هنعمل مشوار. لا، وكمان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني متطوعين هنبدا نحط لهم مسارات، والمسارات ديت هتبقى بعد ما يخلصوا الدورة التدريبية بتاعتنا في الأكاديمية الوطنية هيبدأوا ان هم ينزلوا. ممكن المتطوع يبقى دوره بس ان هو يصاحب المريض جوه المستشفى، جوه من باب المستشفى لغاية ما يعدي على العيادات البسيطة. ده دورنا، يعني ده دور المتطوع لغاية اكبر دور ممكن يقدر يعمله. عشان كده يا فندم احنا استلهمنا فكرة 360 اللي عرضنا عليها اول فيديو، وعشان كان في كل فكرنا ان احنا ازاي نوحد كل الجهود اللي موجودة واللي لقيناها ووجهات النظر كمان اللي لقيناها عند الشباب في الجامعات وفي المتطوعين، ازاي نوحدها في مكان واحد، ازاي نلاقي اجابات لاسئلتنا اللي احنا كلنا بنتساءلها جوانا ولكن كل واحد من منظور صغير. وحقيقة احنا وصلنا لحاجة ان احنا ممكن ننقل الحقيقة ديت من خلال ان كل اراء تبقى متجمعة ونؤمن انها كلها محتمله وكلها متكامله، واننا بيجمعنا كلنا مجتمع حيوي مبني على شباب اصلا، فليه ازاي ما نبقاش شايفين الصوره كامله. عشان كده لو حضرتك تسمح لنا نعرض الفيلم الثاني مع حضرتك. اسمه ايه؟ سر. مترو. مترو. بقولك ايه، هو اخر الخط ده بينزل فين؟ بينزلك على طريق مصر اسماعيليه او الموقف العاشر، ممكن تبدل منه للعاصمه الجديده. مش عارف لازمتها ايه دي، يعني هل بقى كانت ناقصه صرف؟ وايه اللي لازمتها ايه؟ امال انا والناس اللي زيي بنشتغل في ايه؟ على الاقل حاجه بتفيد البلد مش تقول لي تطوير الارياف. اهو ده بقى اللي لازمته ايه؟ ايه يا هندسه مستنزل علينا صرف صحي وشويه ميه نظيفه يخش بيوتنا
ولا كان في مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز شباب، وانت كل اللي مضايقك حياه كريمه. وبعد كده عايز اقول لك معلش يا حاج، قطعت كلام. انت قطعت كلام يا ولد. حياه كريمه يعني مستشفيات مدارس ناس عاشت، انما الطرق والكباري اللي بتتملي عمال على بطال دي مليارات بتضيع، وهي الدنيا عادي كانت ماشيه. ماشيه ايه بس يا عم؟ الله يبارك لك. ده الواحد كان عشان يخرج من بيته يروح مشوار كان بيخرج قبلها بثلاث ايام عشان يوصل في ميعاد، انما دلوقتي لا. لو كنت كلمتني مثلا في اللي اتصرف على العشوائيات كنت فهمت وقلت لك ماشي، انما احنا مالنا بالعشوائيات؟ مالكوا ايه؟ احنا كنا سبعه عايشين في اوضه، كنا بنخاف السقف يقع علينا في اي لحظه، انت اللي ما جربتش. بيتنا اكيد اهم من شويه محطات الكهرباء اللي بتتعمل، ولا هناكل كهرباء يعني؟ يا جماعه انتوا نسيتوا الكهرباء كانت بتقطع قد ايه زمان؟ احمدوا ربنا بقى، طب كنا نفتح مصانع تشغلنا ازاي من غير كهرباء؟ مشكله لا كهرباء ولا عشوائيات. مشكلة في الحملات دي اللي بيسموها مبادرات الصحة، فلوس قد كده تتصرف على الهوا. هو ايه بس يا حاج؟ انا ابويا كان عنده فيروس سي، ولولا المبادرات اللي مش عاجباك دي كان زمان راح فيها كنا كلنا رحنا معاه، مش كانت سابر شوية على التعليم؟ تابلتس مش تابلتس على ايه يعني كل ده؟ انت بتقول كده عشان انت ما عندكش ولاد، احنا لو قعدنا نستنى على كل حاجة عشان تحصل مرة واحدة مفيش حد هيتعلم. 104 مليون وجهة نظر، كل يوم بتتغير على حسب أولوياتها، الحل إننا نفكر، نسمع ونشوف الصورة كاملة. المدهش سيداتي وسادتي أن هذا تفكير الشباب وإبداع الشباب وتنفيذ الشباب مذهل، يعني هذه أعمال فنية نفخر بها سيدتي الكريمة، أشد على يديهم على أيديهم من خلالك. شكرا لحضرتك يا فندم، كل شكر. نموذجنا المضيء التالي هو الدكتور عبد الرحمن أيمن، والدكتور عبد الرحمن أيمن صاحب تجربة تستحق أن تحكى. دكتور، كيف جاءتك فكرة إديوكيتلي التي أصبحت الآن بالملايين ما شاء الله، اللهم لا حسد، وكيف وصلت للنجاح رغم صعوبة هذا الزمان يا دكتور عبد الرحمن؟ أنا عايز أبدأ الأول بأن أنا أشكرك وأشكر سيادة الرئيس والسادة الحضور، وبعتذر أني مش هكون ببلغتك في اللغة العربية ولا عندي كمية الأرقام اللي كانت عند دكتور مصطفى مدبولي في الجلسة اللي قبلها. قبل ما أتكلم عن إديوكيتلي كمنصة، أنا عايز أتكلم عن قطاع ريادة الأعمال. إيه هي أصلا ريادة الأعمال؟ يعني إيه رائد أعمال؟ ناس كتير جدا بتسألني. ريادة الأعمال هي قطاع بيقدر عن طريقه الشباب إن هم يخلقوا منتج أو خدمة فيها تكنولوجيا بتسهل حياة الناس. الموضوع بسيط. الجزئية الثانية اللي ناس كتير ما تعرفوش إن ده قطاع بنمو من 40-50% في السنة، ممكن يدخل لمصر أكتر من 8 مليار دولار بحلول سنة 2030. ده رقم كبير جداً، رقم ضخم. والقطاع ده أصلاً دلوقتي بيكبر 85%. أنا عارف إن دي أرقام كبيرة. شكراً يا فندم. نرجع بقى لإديوكيتلي. إديوكيتلي هي منصة إلكترونية عالمية عليها أكتر من 2 مليون طالب. اتبنت من وسط البلد في القاهرة. المنصة دي بيقدر عن طريقها الطلبة إن هم يبحثوا ويقدموا على جامعات في مختلف الدول. هدفنا الرئيسي واحنا اصلا بنفكر في الفكره كان ان احنا نفسنا ان مصر تتحول الى مقصد وجهه بيجي لها طلبه من جميع انحاء العالم، وده بيتوافق مع توجه كبير جدا موجود دلوقتي. احنا اصلا كنا كده، ده دور مصر التاريخي لو فكرنا فيه. ازاي احنا كشباب نقدر نبتكر ونبدع ونعيد اكتشاف هذا الدور التاريخي؟ احنا في خلال سنتين كل الكلام ده، يعني احنا بدأنا في وقت الكورونا في 2020، بدأنا بالبحث والتخطيط والتحدث مع شباب مختلفين عشان نحاول نفهم منهم هي ايه مشاكلهم ونحاول نبني منتج او خدمة من هذا المنطلق. سنة 2021 بدأنا في المنصة، ومن 2021 لدلوقتي زي ما قلت اكتر من 2 مليون طالب من اكتر من 80 دولة في العالم بيستعملوا المنصة، وقدرنا نجمع استثمارات بسبب النمو السريع ده. 200 مليون طالب. 2 مليون طالب. 2 ان شاء الله يبقوا 200. طيب اعتبرها نبوءة حسنة من اخوك محمد. شكرا شكرا استاذ محمد. وقدرنا نجمع استثمارات باكتر من 2 مليون دولار بسبب ده، ومش استثمارات مصرية، دي استثمارات خارجية، استثمارات من دول أوروبية ومن أمريكا الشمالية. ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين شباب مصر ان هو يفكر ازاي ممكن يتحول لفاعل مش مفعول به في الجملة، ما يبقاش منتظر فرص
لكن يتحول ان يبقى عنده القدره على خلق الفرص. والتعليم جزء اساسي لا يتجزا من من من, من هذا لو بصينا عليها كمعادله. اخيرا وليس اخيرا عشان انا مش عايز اطور عليكم، رحله رياده الاعمال عشان حضرتك كنت بتسالني اي فن، هي رحله صعبه مش رحله سهله. انا شاب مصري كنت في ثانويه عامه خريج جامعه القاهره زي شباب كتير قوي قاعدين هنا، ممكن اي حد يكون واقف مكاني هنا، بس محتاج يكون في مثابره وطموح كافي وقدره على ان انا اتخطى وابقى فاهم ان مجموعه الصعوبات والتحديات كبيره جدا. احنا كان عندنا الفرصه وحصل لنا الشرف ان احنا كان عندنا مؤسسات تقدر تساعدنا زي انطلاق اللي ادتنا فرصه ان احنا ناخد المنتج والخدمه بتاعتنا من ان هي تبقى مجرد هنا للعالميه. بس ده بيديني درس مهم جدا، ان تضافر المجهودات هو، انا عارف ان ممكن تكون لغه الحوار مختلفه شويه، احنا بنتكلم تكنولوجيا بنبني ابلكيشنز عاملين ويب سايت، ممكن تكون لغه مختلفه شويه، لكن تضافر المجهودات ما بين كل الاطراف المنوط بيهم تحقيق هذا الهدف مهم جدا. عبد الرحمن كرائد اعمال، فريق العمل مع عبد الرحمن، وعبد الرحمن مش لوحده، معاه شركاء برضه ومعاه فريق عمل وجميع الجهات المختلفه اللي ممكن عن طريقها نقدر ان احنا نوصل الخدمه دي لاكبر قدر ممكن عشان نقدر نحقق اهدافنا. واخيرا انا هختم بكلمه بسيطه جدا، انا عارف ان الشباب كتير عندهم احلام وطموحات، وانا عارف ان ساعات دي بتبقى اهم حاجه في حياتنا، لكن انا بقول لكم ان اللي اهم من الاحلام والطموحات هو الفعل، لان من الفعل يبدا التغيير، وعن طريق التغيير احنا كشباب نقدر ان احنا نخلق التمكين. شكرا جزيلا. ما شاء الله عليك يا دكتور، حضرتك كمان لسه قدامك دقيقه ونص، فانا هسالك سؤال واظن انه مهم جدا. انت مليء بالحماس ولديك هذا التدفق وهذه الافكار، كيف استطعت ان تعدي بها العدوى الحميده فريق عملك؟ نبدا من جزئيتين. الجزئيه الاولى هي ان الحاجه اللي الواحد يقرر ان هو يشتغل عليها يكون فعلا عنده شغف ليها، انا عايز اعمل ده، انا شايف المشكله دي، انا لمست المشكله دي وعايز اغيرها. وكنت بقول لاستاذ عهود قبل كده، انا كنت متطوع لمده 10 سنين، وده ممكن يكون خلق جوايا حته قدرت بعد كده ان انا اطورها في رياده الاعمال. دي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه هي ان الواحد يبقى فاهم ان هو مش بيشتغل في عباءه لوحده او في صندوق لوحده، احنا كلنا بنشتغل مع بعض. يعني انا اول ما ذكرت قلت ان من اسس نجاح اي فكره هي فريق العمل، فريق العمل والشركه بتوعي، ده شيء مهم جدا. فخد الشريك قبل الطريق، فكر انت عايز تعمل ايه، ولاقي ناس تشاركهم، ولاقي ناس تشتغل معاهم وتتكلم معاهم يكون عندهم نفس الهدف نفس لغه الحوار، واستخدم ده في ان انت تنجح. انا شاكر جدا يا دكتور، ربنا يخليك، شاكر جدا، يا ريتني اصغر سنا كنت جعلتك مثلي الاعلى. ربنا يخليك. لكل واحد منا زاوية رؤية تتسع بحسب معلوماته وتأملاته، وبدون أن يدرك الواحد منا فإنه يقع في فخ الوهم المرعب إن زاوية رؤيتك الشخصية هي العالم، هي الطريقة الوحيدة لرؤية العالم. هذا الفخ هو السبب الرئيسي في تكاثر الأوهام في الذهن والضلالات. كيف ننجو من الأوهام والضلالات؟ بالإيقان إنه ما نراه هو زاوية رؤيتي أنا وأنه ليس العالم. من هذه الزاوية أسأل الدكتور محمد شادي أن يوسع لنا زاوية الرؤية. الدكتور محمد شادي باحث اقتصادي شاب، أحب أن أسأله أولاً، ده سؤال توسيع زاوية الرؤية يا دكتور شادي، لماذا تواصل دولتنا الإصلاح رغم مرارته، وخصوصا فيما يتعلق بتحرير سعر صرف العملة الوطنية؟ تفضل. طيب قبل بس يعني شكرا لحضراتكم الأول، قبل بس ما أروح للإصلاح أروح للتحديات لأن هي اللي خدتنا للإصلاح. من 360 درجة اللي حضرتك بتتكلم عليها، إحنا الإدارة دي أول ما بدأت يعني كان عندها أربع تحديات. التحدي الأول كان تحدي يتعلق بالأمن، يعني الأمن كان
يعني مش في افضل حالاته، عندنا تحدي ضخم جدا فيما يتعلق بالعمليات الارهابيه، معاه تحدي يتعلق بالاحوال الحياتيه للمصريين اللي ما كانتش برضه في افضل الاحوال، طرق مش في احسن حاجه، غاز مش في احسن حاجه، ميه وكهرباء، المرافق كلها عموما، حتى العيش وهكذا يعني. كمان تحدي يتعلق بوضع الاقتصادي نفسه، الوضع الاقتصادي كان في وضع صعب للغايه، معدلات نمو متدنيه 2.5%، معدلات بطاله عند اعلى معدلاتها في ال 40 سنه الاخيره عند 13.5%، احتياطي نقدي متدني للغايه. الثلاث تحديات دول خلقوا تحدي رابع، هو انخفاض الايرادات العامه بتاعت الموازنه العامه للدوله، في نفس الوقت كمان اللي هم اثروا على قدره مصر على الاستدانه بسبب انخفاض تصنيفها الائتماني اللي انخفض 6 مرات في حوالي 2.5 سنين يعني على معيار فيتش. يعني اي سنتين يا دكتور؟ السنتين من نهايه 11 الى بدايه 13. بعديهم الاربع تحديات المفروض ان هم يعوقوا اي دوله عن بدء عمليه الاصلاح. المشكله ان انا لازم اصلح الاربع تحديات مع بعضيهم، والا هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا، لانه لو مثلا صلحت الاحوال الحياتيه للمصريين هيبقى عندي تحدي الارهابي هيضغط عليها. طب لو صلحت الوضع الاقتصادي هيبقى عندي المصريين اللي متضايقين من اوضاعهم الحياتيه والارهاب اللي هيخبط في الاوضاع الاقتصاديه اللي بعملها. وبالتالي المعضلة كلها بتتلخص في أني عندي 4 تحديات لازم يتحلوا كلهم في نفس الوقت. في نفس الوقت الإيرادات بتاعتي أصلاً لا تكفي أصلاً لعملية إصلاح واحد منهم بس. وهنا بقى المعضلة، أنه الإدارة اقتحمت مجال جديد جداً، عملت بيه إصلاح في اتجاه واحد يصلح ال4 موضوعات، وده هو الإصلاح بالمشروعات القومية، أو اللي يعني من زمان جداً من عند الكنزيين، يعني اللي هم بدأوا في الاقتصادات الكلية قالوا إن إحنا عندنا حاجة اسمها الدفع الكبرى، نظرية إن هو أزق الاقتصاد أحط فيه الدماء. دكتور محمد، أنا عايز أحذر حضرتك بس إنه أنا وناس كتير ما نعرفش يعني إيه الكنزيين. دول يعني البداية يعني الاقتصاديين اللي فكروا إن هم يخرجوا العالم من أكبر ركود واجهوا في حياتهم، اللي كان عندنا حاجة شبهه مع بداية وصول الإدارة لوصولها يعني. أنا آسف. ماينارد كينز. الفيلسوف الاقتصادي. يعني. صحيح. بعديها الإدارة بدأت طبعا يعني تحسن الأحوال الحياتية للمصريين، المشروعات بتاعة الكهرباء، المشروعات بتاعة المية، مشروعات الطرق. الأوضاع اللي بدأت تتصلح في بداية 2015 و2016 تلاها برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي الإدارة أخذت شرعية عمله من شرعية مكافحة الإرهاب الأولية في صورتها المصغرة والشرعية بتاعة الإصلاحات الحياتية اللي اتعملت. انطلقت الإدارة بعدها علشان تواجه الإرهاب بكل قوتها في معاقله الأساسية، ومن هنا بقى عندنا دايرة متكاملة للمواجهة أخدتنا علشان نحسن حياة المصريين بالوضع اللي حضرتك شفته ده. دقيقتين يا دكتور. ماشي فندم. من هنا بقى، طيب لو أنت عملت الإصلاحات دي، طب المستقبل فين؟ ما اتكلمتش أنا عن صناعة، ما اتكلمتش عن زراعة، ما اتكلمتش عن أي حاجة وأنا بتكلم في دوت. هو الحقيقة إن ده مش صحيح، لأنه وقت لما الإدارة كانت بتنفذ يعني الإصلاحات بتاعتها عشان تواجه التحديات، كانت عينيها على 3 مشروعات قومية رئيسية كبرى المفروض إن هي تأهل مصر لدخول المستقبل وتقلل معاناتها وتمنع تكرار الأزمات الاقتصادية اللي بتتوالى علينا مع تغير الأوضاع العالمية. أولهم التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، وهنا مصر بتهدف إلى إن هي تتحول لمركز ينقل الطاقة ما بين مناطق العجز لمناطق من مناطق الفيض لمناطق العجز. نعم. زي مثلا احنا ننقل الطاقه من دول الخليج الى الاتحاد الاوروبي، او ننقل الطاقه بتاعتنا احنا اللي مولدينها احنا الى دول الشام وليبيا وافريقيا مرورا بالسودان. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، مشروع التحول لمركز عالمي للتجاره، بدايه بالتحول لمركز عالمي لتداول الحاويات، والاداره هنا نفذت مشروع ضخم جدا في قناه السويس وما زال شغال يعني لغايه دلوقتي. شفنا اخر اثاره مع اعلان مينا بورسعيد. نص ثانيه. اتفضل. اعلان مينا بورسعيد، واحد من اكبر 10 افضل 10 موالي لتداول الحاويات في العالم على مؤشر البنك الدولي الشهر اللي فات. والمشروع الثالث هو زياده قدره مصر على الاكتفاء الذاتي من الطاقه ومن الغذاء، وده اللي بتنفذ في اطاره مشروعات الدلتا الجديده، توشكا الجديده، وال100 الف صوبه زراعيه وال1.5 مليون فدان. واخيرا يعني التكامل اللي حاصل ما بين ان احنا كان عندنا تحديات بنستخدم قدراتنا المتاحه المحدوده جدا علشان نحلها دلوقتي حالا،
وان احنا نبص للمستقبل اللي هو ده فندم اللي يعني اسف ضغط المصريين، لانه التحدي صحيح كبير والتكلفه اللي المصريين دفعوها الفتره اللي فاتت عاليه جدا. فهو انا يعني جيلي للاسف عاتب على حضرتك بشده ان انت حملته يعني اصلاح نتائج الناس اللي قبل كده والناس اللي هيجوا بعد كده هيستفيدوا من اللي الجيل ده عمله. فيعني ده عتب جيلي على حضرتك، لكن انا بقول لحضرتك ان احنا مكملين ودايما ربنا سبحانه وتعالى بيدي يعني الكتف على قد الحمل يعني. شكرا لسعادتك دكتور شادي. يعني يا دكتور شادي معلش بعد اذنك اتفضل العفو. يعني فضل. يعني عايز اقول لك على حاجه بقى، انت بتعتل على انك انت شلت شيله لصالح اللي جاي. لا لا خالص خالص خالص، انا بس بنقل لحضرتك عتاب جيلي يعني. ده هو في اجيال دايما يا فندم بتشيل، يعني مثلا جيل 73 شال، جيل 52 شال علشان يتفادى اللي قبله ويكمل مع اللي بعده. فانا بقول لحضرتك احنا يعني جيلي عاتب على كده، لكن والله يا فندم احنا مع حضرتك صدقني. لا انت هتشيل لسه هتشيل تاني. شكرا يا فندم. دكتور شادي انا هعتبر ده نوع من الذكاء مش من الدهاء، انك ما تجاوبش على سؤالي وسؤال كثيرين يعني الخاص بالعمله الوطنيه عشان اديك دقيقه كمان. طيب. دقيقه كمان. انا هنا هتكلم من وجهه نظري عشان بس يعني ما احملش الاداره اي حاجه، يعني حضرتك عارف انا بحث اقتصادي. فهو انا يعني الحقيقه شايف ببساطه يعني انه الاداره على فكره ممكن تحل مشكله سعر الصرف بسهوله جدا. الاداره عندها يعني 34 مليار دولار في البنك المركزي، ممكن تفك منهم 5 مليار دولار في السوق يعني تحل مشكله سعر الصرف. لكن اولا احنا ما عندناش اي تقدير الازمه اللي احنا موجودين فيها تنتهي امتى. فانا ممكن دلوقتي افكر الموضوع على الناس بس بعد كده ما بقاش لاقي اوفر لهم اكل. دي اول حاجه، لانه حضرتك عارف العمله الصعبه الموجوده في البنك دي اصلا مرصوده علشان توفر الحاجات الاساسيه للمصريين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه انا ممكن في نفس الوقت برضو وبسهوله يعني اطلق سعر الصرف بسهوله خالص، بس ده هيزود للمعاناه للمصريين معاناه. فيعني التوازن حاصل. يعني انا شايف انه يعني المفروض يعني يكمل فتره صغيره وبعدين ناخد اجراءات. لا انا اسمح لي ادخل ارجوك يا دكتور شادي. بص اتفضل. شوف انا هقول لك حاجه، انا دايما اسال زمايلي في الحكومه واقول يا ترى الوعاء اللي عندكم، الوعاء في مصر، الوعاء الدولاري في مصر هو محتاج تحفيز بزياده سعر الصرف؟ احنا بنتكلم بمنتهى الشفافيه، يمكن في حد كتير يقول ما تتكلموش بالموضوع ده كده على الهوا كده يعني. لكن انا بسالك تاني، هو انت عندك الوعاء بتاعك فيه طلبك من الدولار ولا لا؟ لو انت قلت اه يبقى النهارده تحرير سعر الصرف اكتر من كده امر ايه؟ امر مطلوب. لكن انا عايز اقول لك انت ممكن تقول اكتر من كده بكتير وتزود اكتر من كده بكتير في سعر الصرف، ولكن النتيجه بتاعته هقول لك ايه؟ هو تسعير كتير من منتجاتنا. طب اسمع بقى، وانت عارف ده كويس يا دكتور شادي، لكن انا بقول كده للناس اللي بتسمعني. هو النهارده انا لو بجيب طن اللحمه، طن اللحوم يعني، اللي الناس حتى في مصر سعرت اللحوم عليها على الخارج، انت فاهم اقصدي؟ يعني انا كنت بجيب طن اللحمه مثلا ب 2000 دولار، لما يكون الطن ده الجنيه او الدولار بيساوي 6 جنيه صح؟ اسف 6 جنيه، غير لما يكون الدولار يساوي 15 و16، غير لما الدولار يساوي 30 صحيح. ده هينتج عنه ايه؟ ان انا النهارده اصل انا مش ما عنديش كفايه ذاتيه في كل شيء صحيح. لو انا عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء يا دكتور محمد هقول لك ايه؟ ما تفرقش معايا ليه؟ خلاص. لكن انت مرتبط بان اللي انت بتسعره ده هيترتب عليه تضخم. وسعره ب16 وسعره ب30 وسعره ب100 صحيح. طب اسمع، لا انا عايز اقول لك وبقول لكل اللي بيسمعني في النقطه دي، يعني معنى كده ان كل الاصلاحات اللي احنا عملناها الموضوع الترشيد الدعم للكهرباء على سبيل المثال، وفي فرق ان انا وزاره الكهرباء بتاخد بترول او غاز ومازوت مثلا بما يقرب من مليار دولار، فبسعر الخدمه على ان هو ب6 جنيه للدولار
ولا ب 16 جنيه للدولار ولا ب 30 جنيه للدولار ولا ب 100 جنيه للدولار. صحيح. أنا في النهاية لو جيت عملت كده وجيت قلت لك يا محمد لو سمحت اديني بقى ثمن الخدمة اللي أنا بقدمها لك على التسعير الجديد، أنت مش هتطيق. صحيح. أنت مين؟ أنت المواطن. صحيح. مش هتستحمل إن أنا أطلب منك أقول لك إن دلوقتي سعر الكهرباء نتيجة تعديل سعر الصرف عايز يتضاعف، فلو أنا باخد منك في الشهر 500 جنيه أنا عايز 1000. صحيح. طب اسمع، ده الكلام أنا جبت ثلاث أمثلة داخلين في صلب حياة الناس. صحيح. أنا جبت السلع الأساسية. أنا النهاردة بتكلم على اللحوم، بتكلم، ما هو الدكتور مصطفى بيقول لي طب السولار والبنزين، ما هو أنا قلت البترول. صحيح. أنا النهاردة كنت النهاردة وصلت إن تقريبا قربت إن الدعم يبقى قليل، يبقى صفر تقريبا في المشتقات البترول على البوتاجاز، المشتقات البترولية. اللي حصل إن أنا رجعت تاني. صح. بإيه؟ السعر ارتفع برضه. سعر الصرف لما زاد بالطريقه ديت، اذا وانت بتتكلم وانت بتقرب من سعر الصرف انتبه لا يدخلك في ازمه فوق خيالك. صحيح. يدخلك في ازمه ايه؟ فوق خيالك. صحيح. النهارده انت كتير من الخدمات اللي بتقدمها والمنتجات اللي بتجيبها بتسعر بالجنيه على قيمه الدولار اللي جبته. انا النهارده زي ما قلت كده في موضوع اللحوم والدواجن والاعلاف، انا النهارده كراجل منتج لاي سلعه زي الدواجن على سبيل المثال، لو بجيب العلف داخل مصر هبقى مش متاثر كتير بسعر الدولار. صحيح. لكن انا بجيب الذره من بره، طب انا طن الدولار، طن الذره اللي بجيبه هسعره على ايه؟ على 8 جنيه للدولار ولا 16 جنيه للدولار ولا 30 جنيه للدولار؟ يبقى انا كمنتج لحوم او منتج دواجن لو انت سعرت ب 30 وب 40، طب ما هو حط بقى العلف ده يبقى الكيلو اللحمه يبقى بكام؟ صحيح. فبالتالي انا بس عايز اكملك، انت اتكلمت على سعر الصرف وكان مهم جدا، وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطه يقول لك ايه يا جماعه سعر الصرف اولا احنا مرنين فيه علشان بس يبقى. صحيح. الامور واضحه، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، أنا بتكلم بجد، هذا الموضوع أنا بقوله على الهوى. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا، لا لا ما نقدرش. حتى لو الكلام ده يتعرض مع حتى لو كان خدمة يتحرك، أمّا ليه؟ اسمعوا، كلنا فهمنا سيادة الرئيس، كلنا فهمنا. طبعاً، أنا بقول لكم لأن أنا جبت مثالين واضحين جداً. أنت بتقول النهاردة كيلو لحمة ب 300 جنيه، طب هو ليه ب 300 جنيه؟ عشان سعر الصرف اللي أنت بتتكلم عليه. صحيح. 30 و 35 وعايز تحسبه كده، طب لو أنت بقى عايز تخليه 50 و 60، المواطن يعمل إيه؟ هيعاني. طيب لو النهارده بتيجي تتكلم كده في مجال الخدمات بتاعه الكهرباء والمشتقات البتروليه، المواطن هيعمل ايه؟ هيعاني برضه. طب الراجل اللي بيجيب مستلزمات الانتاج اللي كان بيحسب المستلزم الانتاج ده على 16 جنيه، لما تيجي تقول له 30 وتيجي تقول له طب 50 وتقول له طب 100، وبالمناسبه لو كان الحل ان الاطلاق هيوفر لك الرقم المطلوب، انت عايز كام؟ احنا بنتكلم على الهوى عشان ده مؤتمر الشباب بقى مش كده؟ طب اسمع، انت في احتاج في حدود 85-90 مليار دولار كده يا دكتور مش كده؟ حجم الطلب. صحيح. اللي هو عشان يوفر لك طلباتك لمصر. شوفوا، لكل اللي بيسمعني من رجال الاعمال وللشباب وللمصريين، اذا ما كناش هنشتغل عشان نقلل الفجوه، فجوه الدولار يا دكتور شادي، فجوه الدولار. طب احنا عملنا ايه السنين اللي فاتت لما كنا بننزل نجيب من الاسواق يا دكتور معيط مش كده؟ احنا حليناها لغايه لما بقيناش قادرين نحل، حليناها ايه مش كده يا دكتور؟ ننزل الاسواق نشتري 3-4 مليار دولار عشان ندي للبنك المركزي عشان نحافظ على 34
مليار دولار اللي هو الرقم اللي احنا مثبتينه في البنك المركزي عشان يوفر طلبات 3-4 شهر او اكتر، مش كده؟ كنا بننزل نجيب من الاسواق ونزود حجم الدين علينا ونزود ايه حجم الدين. انا بقول كلام طيب، احنا خلاص ما نقدرش نعمل كده تاني خلاص. اذا لازم نواجه اللي احنا فيه ده كلنا بان احنا نقلل فاتوره استيرادنا بالدولار ونزود المؤاخذه الصادر بتاعنا بالدولار، والمستلزمات اللي بنجيبها من بره تقل عن كده بايه، بصناعات كتير تخش. وانا بقول في قايمه ب 140 150 منتج او مستلزم انتاج، ال 150 دول يوفروا من 25 ل 30 مليار دولار احنا بندفعهم بالفعل دلوقتي. لما تدخلهم في الصناعه امتى تدخلهم؟ بعد سنه ولا اتنين ولا خمسه ولا 10؟ بسرعه. كل ما هتدخلهم اسرع الناتج المحلي بتاعك زاد، تمام، ضرايبك ممكن تزيد، مستوى البطاله اللي انت يعني لما اتكلم فيه ان احنا كنا 14 و13 وكده، احنا بنتكلم دلوقتي في 7 و4. صحيح، مش كده يا دكتور معيد؟ 7 و4 دلوقتي. صحيح، ده بعد ايه؟ ده بالرغم الظروف القاسيه اللي احنا موجودين فيها ديت، 7 و4. طب ده كفايه؟ لا، نرجع بقى تاني. اذا لو ما قدرناش احنا كحكومه، احنا كرجال اعمال، اسمع، لما تيجي تعرف ان حد بيجيب منتجات، انا اسف يعني بسيطه جدا 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 بيتم جابنها استيرادها من الخارج، دي فرص عمل للناس لانها مش تكنولوجيا حرجه، يعني مش بعمل تكنولوجيات متقدمه جدا محتاج ان انا اتحرك فيها. يا جماعه الدوله دي مش بتاعه الحكومه، والدوله دي مش بتاعتي، الدولة دي بتاعتنا، لازم تنجح بينا كلنا. الكلام ده مش كلام معنوي لطيف بقوله لكم، يعني مش بقول كده، يعني انا ما اعرفش اضحك على حد، ما اعرفش اضحك، ما اعرفش ما اكونش امين، ما اعرفش ما اكونش صادق. شكرا. انا بقول لكم الدولة دي مش هتطلع لقدام الا بتحطيم الفجوة بتاعة الدولار. عايز تقول حاجة؟ لا صحيح، لا خد. لا، هو بالتأكيد احنا كنا خلال السنوات الماضية في تدبير الفجوة الدولارية كنا بنعتمد على ان احنا ننزل الأسواق الدولية، كنا دايما بننزل الأسواق الدولية من 3-8 مليار دولار في السنة، وكمان كان بيبقى عندنا بالإضافة لكده التسهيلات الائتمانية اللي بتجينا من المؤسسات المالية الدولية زي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك التنمية الأفريقي وخلافه، كل ده كان بيحاول يسد الفجوة. لكن طبعا يعني الفجوة خلال السنين الأخيرة تزايدت بقوة، بالإضافة إلى أنه لازم يعني لما نحلل الأرقام في أرقام مهمة جدا، أن يعني قبل يناير 2022 احنا كانت فاتورة الاستيراد بتاعتنا في حدود 6-6.5 مليار دولار في الشهر. اللي حصل انه مع بداية الموجة التضخمية فأسعار المواد البترولية تضاعفت، والقمح تضاعف، والذرة تضاعف، وزيت الطعام وكل حاجة اتضربت في 2 وفي 3، فالفاتورة الشهرية ارتفعت بقت من 9-10 مليار دولار. في نفس الوقت مع الموجة التضخمية دي بدأ حالة التشديد في السياسات النقدية اللي هي ارتفاع أسعار الفايدة، فارتفعت تكلفة التمويل بصورة فظيعة جدا، وبدأت الأسواق تبقى عندها مشكلة، واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة. احنا تعرضنا لده، فخرج من مصر في خلال مدة صغيرة جدا، عدة أشهر بسيطة، 23 مليار دولار اللي هو الأموال اللي هي بنسميها الساخنة أو الهوت ماني، بالإضافة إلى أن فاتورة الاستيراد ضعفت، فبقى عندي ضغوط متمثلة في فاتورة الاستيراد ضعفت وخروج هذا الكم من الأموال في وقت صغير، بالإضافة إلى الأسواق الدولية أصبحت في وضع ما بيسمحش به الدخول ليها، كل ده ضغط على العملة المصرية وبدأ يعني هذا الوضع. يعني أنا بحاول أن أنا أدي صورة لما حدث بعد ذلك. يعني شكرا جزيلا.
انا اسف اني قطعتك. العفو يا فندم. دكتور شادي استفزني. شكرا جزيلا. لا 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 اتفضل. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. شكرا معالي الوزير. المتحدث التالي وهذا من يعني ما نحمده للأقدار يحمل لنا بوارق أمل في الاتجاه الذي كان يتحدث عنه سيادة الرئيس. المتحدث التالي هو سعادة المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سيحدثنا عن إحدى أنبل المبادرات لتوطين ودعم الصناعة المصرية، مبادرة ابدأ. ابدأ يا باشمهندس. أشكرك سيادة الرئيس، دولة رئيس الوزراء، يعني خليني أعبر عن عميق شكري لأن أنا موجود في حضرة سعادتك وفي حضرة هذا المحفل الكريم العظيم. خلينا أول نقرر حقائق في الأول علشان نشوف إحنا هنتعامل معاها إزاي. إن مصر الآن عندها بنية تحتية قوية، بنية تحتية عبارة عن آلاف الكيلومترات في عموم مصر كلها، بنية تحتية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوية ونعمل على تطويرها، بنية قوية من قطاع مصرفي قوي قادر على تلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال وقادر ومشهود له أيضا بالكفاءة الدولية، عمالة فنية ذات تكلفة بسيطة منافسة تحتاج طبعا إلى الصقل الكثير من المهارات العلمية الحديثة. ويمكن الحدث اللي احنا فيه النهاردة هو بيؤكد كده سيادة الرئيس بيفتتح أو بيتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية التطبيقية، ودي اتجاه محمود جدا من الدولة لإرساء نوع من أنواع التعليم اللي بيثري الصناعة. محتاج أن أنا أؤكد بشدة أن العمالة الفنية هي من أهم مدخلات الصناعة الوطنية، لا تقل عن المواد الخام ومكونات الإنتاج في الأهمية. كلما ازدادت جودتها كلما ازداد جودة المنتج اللي هيطلع. محتاج زميلي صديقي المهندس باسل قال اللي مر بينا في خلال 10-11 سنة الأخيرة، فمحتاج أذكر برضو معاه إن في خلال كل هذه الأزمات اللي مرينا بها الصناعة المصرية ما تأخرتش لحظة. محدش بعد إذن سعادتك عايز كيس مكرونة ملقاهوش، محدش عايز علبة دواء ملقاهاش، محدش عايز غسالة قطعة غيار أي حاجة ملقاهاش، بالرغم من إن مثلا فترة كورونا يعني كانت الدنيا مقفولة خالص ودولة الرئيس سمح لنا إن إحنا كمصانع نتحرك بعد مواعيد الحظر، واضطرينا إحنا كصناعة وطنية الشغل اللي كنا بنعمله على ورديتين عملنا على ثلاثة علشان نحقق تباعد اجتماعي وما نقفلش. يعني عايز أقول الصناعة الوطنية في خلال ثورة 2011، في خلال 2013 وأيام الحظر، في خلال كورونا، في خلال الأزمة الروسية الأوكرانية كانت واقفة وقف بطولي مع مصر ومع الشعب المصري. خليني بعد إذن سيادة الرئيس عايز أتكلم على مبادرة إبدأ. مبادرة إبدأ ويعني كان لي الشرف أن أنا من أوائل اللي بدأوا مع الفريق اللي بدأ خالص ونزل عمل سيرفي في الشارع كنت معاهم. ليه إبدأ؟ هختصر في الوقت. ليه إبدأ حققت نجاحات في وقت قليل؟ ثلاث أسباب مهمين طبعا في الدنيا. أول سبب أنها كانت مهدفة، يعني إحنا رصدنا هذا القيمة علشان نعمل بها إيه؟ علشان نعمق المنتج المحلي ونزيد نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية. إذن فعندنا هدف واضح، ما رحناش عملنا في إبدأ تلاجة ولا عربية ولا أي منتج نهائي، كنا عندنا هدف وعارفينه. تاني حاجة كنا عارفين احنا بنأدرس مين او بنكلم مين. احنا بنكلم القطاع الصناعي بس بكل فئاته، صناعات كبيرة ومتوسطة صغيرة. محدش راح جاب واحد بتاع ريال استيت علشان يعمل مع بتاع الصناعة ويعمله مش عارف مستشفى، لا. ثالث حاجة ودي انا في نظري ان هي من اهم الحاجات اللي حصلت، ان المبادرة لما نزلت
كلمت أصحاب الشأن، كلمت ذوي الشأن بالبلدي كده اللي إيدهم في النار المصنعين، نزلت قعدت مع المصنعين في مصانعهم وفي مكاتب المبادرة، والمسؤولين من هنا قاعدين مع المسؤولين، وأنا شخصيا حاضر الكلام ده، يعني محدش حكاهولي ولا قريته في النت ولا حاجة، أنا حاضر الكلام ده. وبقى الكلام تعالوا أنتوا مشاكلكم إيه؟ إيه الواردات اللي بتجيبوها اللسة الفلانية؟ طب دي نقدر نعمل فيها إيه؟ ودي نعمل دي ما نقدرش عشان فيها مشكلة ماس برودكشن. النقاش كان ما بين ذوي الشأن واللي بيعرض الحل. هذه سنة أنا أنتهز الفرصة ديت وأتمنى إنها تكون موجودة في الصناعة وفي الاستثمار وفي الاقتصاد وفي كل المناحي، إن إحنا لما نحب نعمل حاجة قبل ما نصدرها نجيب ذوي الشأن نتكلم معه. دول اللي هيغششونا بجد الحل الصحيح. في الفترة الأخيرة طبعاً لا أنكر إن الحكومة مشكورة قامت بجهود جادة جداً وقوية في دعم الصناعة، مبادرات كانت أسهمت بشكل كبير في إن الصناعة الوطنية المصرية تحملت الظروف اللي مرت بيها، زي مبادرة 5% ومبادرة 8% والمحاولة رد الأعباء الرد الفوري لأعباء الصادرات اللي كانت أخرت قوي. وفي وقت الأزمة الحكومة يعني في وقت الكورونا تقدمت الحكومة مبادرة إن إحنا هنسدد لكم فلوس الصادرات أعباء الصادرات القديمة. باشمهندس للأسف الوقت انتهى، لكن لو حضرتك عندك توصيات أو ملاحظات اتفضل. أنا بناشد إن هذا المنهج اللي عملناه في إبدأ نعمله في كل حاجة. حاليا الحكومة طرح مبادرة لتمويل الصناعة ب 160 مليار جنيه، تتحمل الحكومة فرق الفوائد اللي هو حوالي 12 مليار جنيه زي ما ذكر في الموازنة. أنا عايز يتمنى إن احنا نضع هدف ولو بجزء من المبادرة، بلاش بالمبادرة كلها، وليكن مثلا زي ما تفضل سيادة الرئيس زيادة الصادرات خلال 12 شهر من النهاردة، ونعمل حافز إضافي يسدد فوريا ونتحاسب آخر السنة 15% جنب رد أعباء الصادرات اللي بنعملها دي. يعني معالي الوزير كأننا بنشتري من الأسواق المالية دولار، هنشتري من المصانع بتاعتنا. أنا بتمنى إن هذا اللقاء السعيد يخرج على الأقل بهذه التوصية. سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء أعضاء الحكومة والحضور الكريم، أحب أؤكد لحضراتكم أن رجال الصناعة المصرية هم على قلب رجل واحد في خدمة مصر والشعب المصري، ومن أجل دفع معدلات التنمية في هذا البلد، البلد دي وشعبها ده هم اللي عملوا الصناعة، وإحنا اللي مدينين ليهم بالفضل وليس العكس. شكرا جزيلا باشمهندس بهاء، شكرا جزيلا، كلام يمس القلب بالفعل. الأحزاب سيداتي وسادتي هي سؤالنا الصعب في هذه الجلسة. الأحزاب المصرية متهمة دائما بأنها غير فاعلة، لا تملك البدائل، وهي تهم قد لا أتفق معها شخصيا لكن رأيي غير مهم، المهم أن هذا الكلام يتردد. والمهم أيضا أننا ينبغي أن ننصت إلى ردود الأحزاب على هذه التهم. أبدأ بسيادة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل. سيادة النائب، أولا في اجتماعاتكم الحزبية كيف تشخصون حال الوطن؟ وهل لديكم حلول؟ هل لديكم بدائل؟ تفضل. يعني إذا قال لي أن أنا أتكلم عن تشخيص فاسمح لي أن أقول أني مش من الناس اللي بتشوف أن الصورة سودة، لكني بالتأكيد مش من الناس اللي بتشوف أن هي وردية. الناس في مصر بتثق في الدولة وقدرتها، خاصة لما بتشوف مشروعات زي حياة كريمة وشبكة الطرق والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات. ولكن رغم هذه الثقة أصبح لديهم تساؤلات حول تكلفة الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على حياتهم، وده اللي بيخلي كلام الحكومة عن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد يظل بلا صدى، لأن التضخم وارتفاع الأسعار أصبح التحدي الأكبر داخل كل بيت في مصر. وده اللي بيخليني بقول بكل ثقة أن التضخم وارتفاع الأسعار هو عدو الدولة الأهم حاليا، والذي لا يمكن مواجهته إلا بتكامل بين السياسة المالية والنقدية
وبالتوازي معهم ملف الاستثمار والإصلاح الإداري والهيكلي لدولاب العمل الحكومي. إننا في العدل كحزب ليبرالي معارض خرج من رحم ثورة 25 يناير لينتقل من الثورة كفعل للإصلاح كطريق وفكر. نؤمن أن المعارضة تستلزم مسؤولية أخلاقية في القول والفعل، فلا نبشر بأمل زائف ولا نصبح درويش للسلبيات وترويجها. لذا فنحن لسنا مغرمين بالحديث عن الماضي، ولكن ما يهمنا هو المستقبل والذي نرى أنه يصعب الانتقال إليه بدون مواجهة مع البيروقراطية التي تجاوزت منطق المحافظة إلى الجمود، وأصبحت هي ذاتها عبء على ما وجدت من أجل خدمته وهو المجتمع والدولة. إحنا من دقائق استمعنا لمبادرة إبدأ اللي بعتبرها أحد أهم المبادرات اللي بتتنفذ على أرض المحروسة، ولكن عشان نساعد إبدأ لازم نتعامل معها تشريعيا وتنظيميا عشان المنظومة تكتمل. إحنا دايما بنسمع كلام الحكومة اللي بتتكلم فيه عن الاستثمار والقطاع الخاص وتعظيم دوره وتقديم حوافز دي، لكن السؤال المهم امتى هنتكلم عن السوق؟ السوق الحر هو اللي بيخلق استثمار وقطاع خاص قوي وليس العكس. والأهم من الحوافز هو وضوح وشفافية التكاليف غير المباشرة والمباشرة أمام المستثمر. إنما حجم التضارب اللي بنشوفه والموجود إن كل جهة عايزة تجيب موارد بتمارس سلطة على المصانع وبتعدل في قانونها الخاص أو تفرض رسوم غير مباشرة بقى بيؤدي لتخبط شديد. سيادة الرئيس اتكلم من دقائق على مسألة إن إحنا لازم نقلل الفاتورة الاستيرادية. المصانع في مصر يا فندم إحنا عندنا أكتر من 13 جهة داخل مصر، بعضهم لديه الضبطية القضائية لحد إنه لديه الحق في إغلاق المنشأة. لو قلنا إن 13 جهة دول كل جهة نزلت يوم في الشهر مع الأربع أيام بتوع الجمعة، يعني عندنا أكتر من نص أيام الشهر صاحب المصنع المتوسط أو الصغير مطلوب منه أنه يقعد يشوف مع هذه اللجان هيعمل إيه عشان بيخاف من أي محاضر أو أي غرامات تفرض عليه. هذه البيئة يجب أن تتغير، هذه المنظومة يجب أن ينظر إليها بشكل كامل، وأنه أي مصروفات الدولة عايزاها أو هذه الهيئات محتاجاها ممكن تتجمع في هيئة واحدة للتحصيل، وهذه الهيئة تعطي هذه الأموال لباقي الجهات. الجزء الثاني يا فندم متعلق بالإصلاح الإداري. عمري ما هنسى أول يوم حضرت فيه استلام الموازنة العامة للدولة في لجنة الخطة والموازنة وحالة الذهول اللي كنت فيها، لأني عمري ما كنت متخيل أن الموازنة بهذا الحجم. إحنا بنتكلم عن موازنة تشمل 1636 جهة إدارية بداخلها، ومع الوقت ومع كتر الاجتماعات ابتدى يبقى عندي تساؤل حوالين إيه الحجم ده كله، وليه كتير من الهيئات اللي داخل الموازنة العامة ما بتندمجش مع بعض، خاصة أنه كتير منها بيحصل بينها تضارب في الاختصاصات، وأنه لو حصل هذا الدمج هيتعالج عدد من المشاكل. أولها هو أنه مشكلة نقص الموظفين هتتحل، لأنه هيبقى هنا موظفين أو موظفين، فده هيكبر الهيكل الإداري، تقليل النفقات، والأهم هو الحوكمة ورشاقة الجهاز الإداري. وهدي أمثلة ليه عندنا هيئة تنشيط السياحة وهيئة تنمية السياحة ما بيندمجوش مع بعض، ليه صندوق تنمية الصادرات المصرية ما بيندمجش مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات، ليه مركز تعليم الكبار بسرس الليان ما بيندمجش مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ليه جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ما بيضمش على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ليه دار الكتب لا تدمج مع الهيئة العامة للكتاب. واسمح لي عشان وقت سيادتك والقاعة، احنا عندنا تصور كامل لمسألة الإصلاح الإداري والهيكلي، يعني أتمنى أن أنا أعطيه لسيادتك للإطلاع عليه. سيادة النائب الرئيس الوقت انتهى، يعني أنا بستسمح. أنا لا 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 سيبه لو سمحت كما تشاء سيدي. لا المعارضة لها مكان. فضل. شكرا يا رئيس. سيادة الرئيس، أحدثت الدعوة للحوار الوطني حالة حراك حقيقي وأعادت الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، ولكن وحتى لا نضل الطريق للجمهورية المدنية الديمقراطية الجديدة التي نحلم بها جميعا، فإننا نحتاج إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والتشريعية والتنفيذية
بما يسمح بفتح المجال العام للأحزاب المدنية للعمل السياسي، إصلاحات تقف فيها الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة بين الأحزاب السياسية. السيد الرئيس، إن ما حدث من مجهودات خلال شهور مضت من لجنة العفو الرئاسي ولجان الدمج وكل الجهات الأمنية والنيابة العامة من أجل تعزيز مناخ الثقة بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين وصلوا لأكثر من 1400 شخص أسعدنا جميعاً وعزز مناخ الثقة وأسهم بشكل واضح في تهيئة الأجواء للحوار الوطني. ولكننا نتطلع بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو وبمناسبة عيد الأضحى بإصدار قائمة عفو جديدة من سيادتكم تتضمن الأسماء المتبقية من القوائم التي تقدمت بها الحركة المدنية الديمقراطية منذ بدء الدعوة للحوار الوطني. ونتطلع بعدها لإغلاق الملف نهائياً كمخرج من مخرجات الحوار الوطني يشمل إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بالحريات التي صدرت أثناء مواجهة الدولة للحرب على الإرهاب. وأخيراً وليس آخراً، أنا نائب عن المحلة الكبرى يا رئيس، وأهالي المحلة الكبرى موصيني بتوصية مهمة جداً إن أنقل لحضرتك دعوتهم لزيارة المدينة، وإنه افتتاح المرحلة الأولى من مصنع غزل المحلة الجديد يكون بتشريف سيادتك في المدينة وليس عبر الفيديو كونفرنس. وكذلك إذا سمحت لي، يعني أنا شعرت بالغبطة وأنا بشوف حجم المشاريع التي رأيناها في افتتاح الأسكندرية النهاردة والبحيرة. أهل المحلة عندهم تطلع أن يكون لديهم حظ في مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسط الدخل اللي لم يأتيها هذا القطار منذ عقود، وكمان محتاجين إنشاء طرق ومحاور جديدة تخدم على حجم الحركة المتوقع على المصنع الجديد. احنا النهاردة بنتكلم عن مصنع هينتج أكتر من 60 طن في اليوم ويوصلوا ل 120 طن. هذا المصنع لا يوجد له غير طريق واحد اللي هو طريق المدينة يخدم عليه. احنا عملنا جزء مع المحافظة خلال الفترة الماضية بمحور جديد، لكن محتاج تكملة كبيرة عشان نقدر ان احنا نطور هذا العمل. اخيرا يا رئيس اسمح لي اني اسأل سيادتك سؤال متعلق به، بما ان سيادتك الداعي. توقعات حضرتك كرئيس للدولة من الحوار الوطني واهم النتائج التي تحب ان تراها كرئيس مرفوعة لسيادتك عشان تقرها. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك ولازم تكون متأكد إن إحنا في افتتاح المصنع لازم هكون موجودين، لأن الدواعي بتاع افتتاحه بالفيديو كونفرنس تجاوزناه. الحمد لله الكوفيد خلصت بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أنا هقول تعليق عام على كل اللي أنتوا قلتوه. كل اللي أنتوا قلتوه، المشكلة في وإحنا بنتكلم إن كل مننا عايز ياخد الحد الأقصى في كل حاجة، عايز المثال في كل شيء. طب مش ممكن هنقدر نعمل ده. حتى الحوار الوطني اللي انت بتتكلم عليه دي خطوه في الدوله المصريه وفي اي حته في الدنيا. الحركه كل واحد فينا اللي بيجي يناقش الموضوع بيطلب ان هو ياخد في، وده مش غلط يعني، بس انا بحب ان انا القي الضوء عليه. انتم مش الدكتور ولا الشادي ولا اي حد خالص، لكن احنا اتفقنا كلنا ان احنا واحنا بنناقش اي موضوع ان دي خطوه من خطوات. حتى الحوار الوطني اللي انت بتتكلم عليه هي خطوه مش نهايه المطاف، لازم نكون متاكدين من كده. حتى العفو الرئاسي دي خطوه من خطوات ما تنساش. ولما اتكلم، لان الاستاذ محمد قال ايه، مش عايزين نتكلم في الماضي، مش كده؟ انا قلت مش كده. لا، ما اقدرش ما اكلمش في الماضي، لان الماضي كان ممكن يخليكم، وانا مش بخوف حد بيه، انا بسجله لكم ان نجاكم ربنا مره ما تستنهوش ينجيكم كل مره. ان نجاكم ربنا مره، اسمع واسمعوا كلكم، كان ممكن يبقى كتير من المصريين رايحين على دول تانية.
فالفضل هنا مش لحد، الفضل هنا لله. ولما بقول لكم كده الناس بتستغرب قوي، يقول انت بتقول كده ليه؟ مش انت كنت انت اللي اتحركت؟ ده ربنا نجاكوا يا مصريين. انت بتتكلم على، بتقول لي 25 يناير وانعزلت عن العمل السياسي 7 سنين من بعدها عشان الحكاية. يا سيدي هو اللي عمل الانتخابات وجاب الناس مين؟ انا؟ انا اللي جبتهم؟ ما تردوا عليا. انا اللي جبت الناس دي؟ لا يا فندم انا بكلم بجد، مش انتوا عملتوا؟ اتعملت حالة، الحالة دي افرزت، الدولة فكت، والاساس اللي كان موجود قبل كده ما بقاش موجود. وبعدين حصل ايه؟ عملنا انتخابات، البرلمان جاب اللي شفتوه صح كده؟ طيب مش راضيين، مرضيتوش ليه؟ طيب كويس، بعدين عملتوا انتخابات رئاسية جابت اللي انتوا شفتوه، يعني خراب في خراب يعني، والله العظيم يعني خراب في خراب يعني. طب انت عشان تتخلص من الخراب ده اكملك ما شفتش تداعياته وربنا يسلمها عليك، جاي تطلب كل حاجة كاملة، جاي تطلب كل حاجة كاملة، وكأن البلد ما كانتش في أزمة كبيرة جدا جدا. أنا عايز أقولك على حاجة، وأقولك يا دكتور شادي، إحنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير، مش كده؟ لا، غير الإرهاب، غير الإرهاب، أنت الاحتياطي بتاعك اللي كان موجود خلص في سنة ونص، اللي أنت قعدت 17-15 سنة تكونه، ولا أنا بقول يا دكتور معيد تكونه في 15-20 سنة، الدولة ماتت عقبال ما عملته. أنت جيت في من 25 يناير لغاية للانتخابات كنت مخلص عليه. طب هو بيرجع يعني لما يعني بيرجع إزاي يعني؟ هو بيرجع إزاي يعني؟ بعدين جي مشي راح ضرب الكنائس وضرب الجوامع وضرب محطات الكهرباء وضرب كل شيء، ويزعل أخوي عبد المنعم يقول لي إيه؟ طب والناس اللي موجودة ده إنقاذ وطن، ده إيه؟ إنقاذ وطن. لا، ده اللي هيحاسبني عليه مش أنت، ده مش أنت اللي هيحاسبني عليه، ربنا يقول لي ضيعت المئة مليون خليتهم مشردين في كل حتة. أنا ما بخافش أبداً، ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي، خراب ودمار. اوعى تنسوا، مش تقول لي يا ترى الحوار هيوصل ليه؟ انت بتطلب الحد الاقصى في كل شيء ليه؟ اسمع، الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة، معاك المبلغ ده هتعمل استحقاق دستوري ازاي للتعليم؟ مش بتقولوا كده؟ طب احنا، انت عايزين نضحك عليكم كلكم؟ تقول لي استحقاق دستوري للصحة، هو انا معايا فلوس للكلام ده؟ انا الدولة، مش انا عبد الفتاح، الدولة المصرية معاها اموال للمئة مليون تعمل لهم تعليم، 25 مليون بني ادم في التعليم الاساسي، عايزين اكتر من 400-500 مليار جنيه تعليم، طب انت بتديهم كام؟ ده انا بقول لو 10,000 جنيه للفرد، للطالب يعني، انما الطالب بيتكلم عشان تديله تعليم زي الدول المحترمه والدول اللي عندها القدره 10,000 دولار، يعني عايز مني 250 مليار دولار، اجيبه منين؟ انا اجيبه منين ولا مصر تجيبه منين؟ ونفس الكلام للصحه، الارقام المطلوبه مش موجوده يا جماعه، ولازم احنا كلنا نبقى موجودين على ارض الواقع. الكلام ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه تردي في كل شيء، القطاع الاداري للدوله اللي بتتكلم عليه،
هو ده وليد النهارده ولا وليد العشرين سنه اللي فاتت ولا اكتر من كده؟ طب انت النهارده اذا كنت اصبت بمرض خلال 40 سنة، عندي حاجة أعمل كده أعمل كده أخلصه؟ يا ريت تعالى تعالى مستشار معايا، أنا بكلم بجد والله، وكل اللي تطرحه أعمله وبقى أنت واجه الناس بيه ويقول إن أنا حققته، وأنا والله العظيم والله العظيم هسقف لك وسقف لكل واحد يقدر يحل مسألة في مصر. الكلام هنا حاجة، وأنا بقول لكم إنكم بتتكلموا في النقطة دي، الكلام حاجة والعمل التنفيذي حاجة تانية. ده مش معناه إن إحنا صح أو إحنا عملنا كل حاجة صح كدولة، لا لا والله، إنما هي خطوات بنمشيها. لو ما طولناش بالنا على بعض وتفهمنا الواقع ده، انت هتطالبني بمطالب يا محمد انا مش هقدر البها لك، مش هقدر البها لك، وانت بتفكر ان انا متقاعس. طب انا هتقاعس ليه كحكومه او كمسؤولين؟ طب ليه يعني عندي يعني؟ لا. انا عايز اقول لك ايه، وانا قلت الكلام ده يا شادي وانت سمعته قبل كده مني كتير، قلت انك انت اي طالب في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه يتكلم عن السياسه الماليه والسياسه النقديه ويحط لك خريطه طريق للحل، وده كلام مش غلط، بس وانت بتعمله وانت بتنفذه انت محتاج هتنفذه بافكار. بايه؟ بافكار. وهديك مثال على الفكره عشان تبقى يعني واصله لك. يعني حاجه على وزاره الصحه، انا كقدرات دوله من منظور الامكانيات المتاحه ما اقدرش اوفر الارقام اللي تتطلبها وزاره الصحه طبقا لمعايير المعايير الطبيه للعدد السكاني اللي موجود، صح كده؟ طيب مثال، انا عندي 500 مستشفى، دايما اقول الرقم ده ولا اكتر، دلوقتي بيقول لي 700، ال 700 مستشفى دول يساوي نص المطلوب، صح كده؟ نص المطلوب. لو انت بتتكلم في 105 مواطن مصري عايز لهم ضعف المستشفيات ديت، وبالتالي ضعف كمان الأطقم الطبية اللي شغالة. يبقى انت بتتكلم الأول في تكلفة إنشاء ثم بتتكلم في تكلفة تشغيل. عبد المنعم يقول لي الدكاترة والأطقم الطبية بتاعتك في المستشفيات بتاعتك مش كويسة. هو انت بتقول لي بتاعتك ليه؟ ما تقول بتاعتنا. ما تقول ايه؟ طبعا بتاعتنا. انت بتكلمني انا ليه؟ هو اللي شغال في المستشفى ده مش اخويا واخوك؟ هو اللي شغال في المدرسة ده مش اخويا واخوك؟ بتكلمني على ان انا المسؤول عنه بس؟ لا، احنا المسؤولين عنه كلنا. لكن ارجع تاني، طب الرقم المطلوب مش موجود، وعلى الاقل هياخد فترة عقبال ما ربنا سبحانه وتعالى بجهدنا كلنا بشغلنا كلنا بصبرنا كلنا ما تتوفر الأموال المطلوبة. ليه؟ إن أنا أنفذ لك الاستحقاق. أنتوا مش بتقولوا في أطباء مشيت من مصر؟ مشيت ليه؟ ده حوار على الهوى ساعة المستشار. مشيت لأن أنا ما بدلوش كويس، أنا ما بدلوش إيه؟ فهو راح يدور على فرصة تانية. ولما جه الدكتور خالد قلت له هنزود عدد الخريجين بتوع كلية الطب، لأن احنا مش هنقدر نقول للناس ايه؟ ما تسافروش، ما اقدرش، دي حريات. صح. واحد يقول لي طب ما انت اللي علمته صرف عليه. صحيح، بس ما اقدرش احبسه، احبسه جوه البلد يعني، اقول له لا ما تطلعش. فانتوا النهارده بنتكلم على ايه؟ ان القضية اللي بيني وبينكم في الحوار والقضية اللي بيني وبينكم في أي تحدي أو أي موضوع بنطرحه، أنت بتطالبني بالحد الأقصى أو بالنموذج المثالي، وده مش ممكن هقدر أعمله ومحدش قدر يعمله. حتى أنت في حراك مستمر، الدولة في حياتها والشعوب في حياتها في حراك مستمر من أجل الأفضل، تحقق خطوة ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وبعدين بالمناسبة والخطوات لا تنتهي،
والخطوات لا تنتهي. إذا أنت سؤالك ليه لما بتقول لي أنت يعني تتوقع إيه؟ أنا قلت من ناحيتي كل اللي هتقوله عليه هعمله. طب عايز مني إيه تاني؟ كل اللي هتقوله عليه هعمله، طب هعمل إيه تاني؟ يعني اللي هيقوله اللي هتقوله عليه مين أنتم؟ يعني مش الدكتور علي الدين ماسك اللجنة بتاعت الحوار السياسي، الحوار السياسي، والدكتور أحمد جلال ماسك الاقتصادي، والدكتور والمهندس خالد عبد العزيز ماسك المجتمعي، صحيح. مش كده؟ اللي هتطرحوه احنا بننظر ليه بكل تقدير واحترام لجهد متواصل ونقاش متواصل بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، انما النهايه بيجمعنا حاجه واحده، مصلحه، صحيح، وطن، صحيح. مصلحه ايه؟ وطن. ارجع بقى تاني. اذا انا ما اقدرش يا عبد المنعم ان انا اقول للدكتور خالد مش هقدر ادبر لك الرقم المطلوب لعلاج 105 مليون انسان طبقا للمعايير الطبية الحقيقية. ده ممكن تقارنه ازاي؟ هديك مثال واضح. في أمريكا التأمين الصحي أو التكلفة الطبية 3 تريليون دولار. كده؟ كم؟ تريليون. 3 تريليون دولار، وهم تقريبا 375 قول 400 مليون. إذا كل 100 مليون ياخدوا إيه؟ 75؟ مش كده؟ 75 مليار دولار، اضربهم في 30 750 يا رئيس. لا لا لا، اقصد كل 100 مليون ياخدوا 750 مليار. 750 مليار دولار اضربهم في 30، انت بتتكلم في تريليونات مش موجوده. اذا انا ما عنديش غير الفكره يا عم منعم، اقول له ايه؟ اقول له بقول لك ايه، اعمل لي مبادره للفيروس سي. طب بقول لك ايه، احنا في نقاش مستمر، طب ما تعملوا مبادره للكشف على الامراض الساريه، واحنا بنعمل دي نعمل دي معاها. طب بقول لك ايه، طب ما تعملوا لنا مبادره اخرى للكشف عن اورام السرطان. طب ما نعمل مبادره للضعف السمع وناخد الولاد وهم حديثي الولاده، لان ده امر اكتشاف مبكر بيبقى بيحل مساله، صح كده؟ بالمناسبه الاستهداف ده اقتصادي. طب ليه؟ لان انا مثلا في امراض زي امراض السرطان للسيدات وتحديدا الصدر، يعني الكشف المبكر يخليك ما تخشش في مراحل لا معاناه للمريض ولا تكلفه للعلاج، صحيح. صح كده؟ فانت اذا في الدوله اللي زي ظروفها زي مصر ما عندكش غير الافكار اللي تواجه بيها نقص قدراتك. يبقى الدكتور ولا اي حد واحنا بيتكلم معانا بيقول لي الموضوع الفلاني، قول لي فكره اعملها. المهندس بقى بيقول لي احنا ممكن قوي في ابدا نقدر نحل المساله وكده. الكلام اللي انت قلته ده انا قايله للدكتور مصطفى مدبولي وقلت له احنا مستعدين لو انت تقول لي ان احنا نزود الحوافز ل 50 60 مليار يا دكتور معيد، ويكون ده عوايده، مش كده؟ مش اتفقنا على ده؟ عايش فندم، موضوع يعني دعم الصادرات، احنا كان متوسط الدولة المصرية على مدار السنين اللي فاتت وحضرتك عارف ما بيزيدش عن 6 مليار. السنة دي الموازنة الجديدة في عز الأزمة الاقتصادية قفزنا إلى 30 مليار. وسيادة الرئيس قال أنا عايز لو عندنا مساحة نكبر الرقم أكبر، بس إحنا بنوري إحنا طلعنا من السنة اللي فاتت اللي هي موازنة هتخلص 30/6 ده من 8 مليار دعم صادرات محطوط 30 مليار اللي هتبدأ من 1/7 مع ميكانة كاملة ليها، عشان حضراتكم كنتوا بتقولوا بنقعد سنة عقبال ما نصرف، بحيث إن إحنا نقدر في 3 أشهر بالظبط بحد أقصى تبقى المبالغ مصروفة. ده علشان نزود زي ما حضرتك قلت موضوع الصادرات. ده كله احنا بنتحرك في اطار قدرات دولة. احنا لو كنا نقدر نحط 60 مليار ونحطهم مرة واحدة كنا هنعمله، بس احنا طلعنا قفزة من 8 ل 30. رجال الصناعة نفسهم ما كانوش مصدقين ان احنا هنقدر ان احنا نوفي هذا الرقم، لكن الدولة المصرية بتتحرك في هذا الشأن بكل قوة، لان احنا نعلم تماما ان كل جنيه بنقدر ان احنا ندبره ونساعد بيه
الصناعة ممكن على طول بينتج كذا دولار أو دولار أو أقل شوية في عملية الصادرات. بنتحرك في هذا الموضوع فعلا بهذا الشأن. أشكرك دولة رئيس. إحنا سعداء بكل اللي أنتوا قلتوه ومقدرين كل اللي أنتوا قلتوه واللي قاله أخويا الشاب الجميل عبد المنعم، وانت قلت لي اللي انا عندي تصور يخلينا طبعا. لا انت تيجي تشتغل معانا في ايه؟ مش تيجي تقول لي خد تعال، انت انا بتكلم بجد، تعال معانا. واي حد مرحب بيه عبد المنعم اذا كان هيضيف حاجه لمصلحه بلدنا، انا ابقى مش كويس لو ما رحبتش بيك. واي حد هيقدر يقدم حاجه لبلدنا انا والله هبقى مش هبقى خاين. ها لو طبعا اي حد يقدر يحط طوبه انا هسقف له، لان هي ايوه طبعا. بس يا جماعه على مهلكوا، مش على مهلكوا عليا، لا والله على مهلكوا على نفسكوا، على مهلكوا مش عليا. انا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اسمع ربنا من الكلمه دي، اراد ان انا اكون هنا، مش انا خالص خالص، ربنا اللي يعلم خالص. لان انا كنت عارف يا عبد المنعم حجم المشاكل اللي فيها مصر، وعارف ان قدره الناس على التحمل ليها مدى برضو، ليها ايه مدى. لكن برضو انا كنت متصور والله العظيم ثلاثه ان المصير ما هيستحمله، لكن الحكمه العجيبه انه مستحمل. دول جدعان يا ريس. قوي جدا. قوي والله والله العظيم والله العظيم. بعيد بقى عن كلام يعني الكبار، يعني والله العظيم المصريين اثبتوا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول، اسمع، اللي قدمت شهيد واللي قدمت مصاب ما اتكلمتش، ومش بس ما اتكلمتش، تقول لي عندي كمان، عندي كمان شاب خده. التحمل بتاع الظروف الاقتصادية اللي احنا بنتكلم فيها، هو مين اللي مستحملها، انا ولا كلنا؟ كلنا كلنا كلنا. مين؟ كلنا المصريين. بس انا بقول لكم تاني، ورجعوا الاول خطاب قدام اتنين، انا عمري ما قلت كلام معسول لكم على ان الامور هتبقى خضرة والمعايا صفايح العسل وبطرمانات الزبدة. لا، أنا قلت البلد دي عايزة شغل يا فندم، شغل من نار على طول. إن كنت الكلام ده ما قلتوش قبل كده وجيت خدعتكم وقلت لكم ده أنا معايا كل حاجة حلوة هخلصها، وبعدين تراجعت والوعود اللي أنا قلتها، أنا قلت اللي إحنا عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح، قمت أنا الساعة 5 الصبح وأنتم موتوني. قمت انا دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان ما اطلش عليك اكتر من كده، يعني العفو يا فندم اتفضل. لا لا ربنا يكرم. حاضر، طب اقول الكلمتين دول وبعدين حاضر. فنرجع بس ثاني. لا احنا ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها، كتير من الدول بتقول انتوا عملتوه ازاي، كتير من الدول بتقول انتوا عملتوه ازاي. انت ظروفك ما تستحملش انك تعمل اللي انت عملته، بس خلي بالك الموضوع كله كان افكار اللي بدأنا فيه المؤتمر. صحيح. ان العاصمه دي فكره ايه؟ انت بتتكلم على الجهاز الاداري، طب الجهاز الاداري عشان احسن من ادائه معمول في العاصمه بميكنه كامله، وبندخل عليه نسبه ذكاء اصطناعي حسب قدراتنا في الاستيعاب وفي الاعداد. عشان ايه؟ عشان الدوله المصريه في ادائها على مستوى الوزارات وعلى المستوى اللي بين الوزارات يبقى ايه، يبقى كويس، يبقى افضل وكده. طب احنا دفعنا جنيه من الموازنه للعاصمه، طيب ماشي. طب دفعنا جنيه من الموازنه للعالمين،
طب والله ما دام انتوا مش عامل لكم ايه بس، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدوله. مش كده يا دكتور معيط؟ هو الدكتور معيط معاه حاجه عشان يدينا نعمل العاصمه؟ انما خلي بالكم وانا بكلمكم كده، شركه العاصمه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، انتوا مش عايزين تصدقوا ليه؟ مش انتوا كل اللي بيسمعني ليه مش عايز تصدق ان فكره العاصمه دي معموله على ان انا احول الارض التراب لفلوس؟ انا ما عنديش غير الفكره لحل المسائل في ظروف اقتصاديه صعبه لدوله فيها 105 مليون. ما حدش قال يا عبد المنعم تعالى حل لي مساله ان انا كنت في 2011 80 مليون ودلوقتي 105. طب انت زادت مواردك 25 مليون اللي جم دول، زادت مواردك انك انت تلبي لهم مطالبهم في كل القطاعات، الاسكان والزراعه والصناعه والتعليم والصحه والتشغيل. لا طب ما انت لما هتيجي تتكلم في الحوار الوطني هتقول لي التشغيل فيه عندك مشكله. صحيح في التشغيل عندي مشكله، لو نزلت ال 4% او نزلت ال 3% او نزلت ال 2% ده كويس، بس اعملها ازاي؟ في حاجه انا اعملها وفي حاجه احنا نعملها كلنا. انا اطلت عليك معلش سامحني، لكن بقول لك تاني انت ما بتقوليش خد دي معاك، لا لا تعالى يا اخويا بجد اسمح دكتور مصطفى تعالى يا عبد المنعم احنا عايزينك. طبعا كل شاب وكل شابه تقدر تعمل حاجه في مصر انا مرحب بيه. اسمح لي يا ريس. نعم ردا على هذا الامر، انا بشوف انه اللي حضرتك طرحته فكره انه لما يبقى حد عنده وجهه نظر وبيقدمها حضرتك عندك استعداد لاستيعاب، واعتقد انه ده امر لم يكن بيحدث مع الاحزاب بالذات اللي منها احزاب زينا في جانب المعارضه، وبالتالي انا بحيي حضرتك على هذه الخطوه وباكد على انه انا وكل الناس اللي معانا في احزابنا وفي التيار الديمقراطي المصري في كل وقت جاهزين بكوادرنا وجاهزين برؤانا انها تكون في خدمه الدوله المصريه وفي خدمه مستقبلها، وده اللي احنا بنحاول نبنيه. واحنا عبد المنعم مرحبين، وانا هختلف معاك في كلمه المعارضه. ليه تقول معارضه؟ ما تقول احنا، لان احنا لسه مش الاغلبيه. لا 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 ابدا ابدا، الموضوع مش اغلبيه، احنا واحد أكيد. خلونا واحد احسن. ده تصنيف برلماني يا ريس. خلونا واحد احسن برلماني يا ريس. هو تصنيف برلماني بالظبط. التصنيف البرلماني اللي اتعمل ده عملوه بشر، والكلام اللي انا بقوله ده كلام بشر، بقول احنا واحد دولتنا كلنا طبعا يا ريس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. الان نذهب إلى السيدة إيمان أبو غزالة أمينة العلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، وهذا ولأنها ابنة الثغر الجميل هذا يبرر الحماس الهائل في الصالة. يعني سيدتي الكريمة، سؤالي الجاهز المعلب وتستطيعين الخروج منه كما تشائين، لكن السؤال هو كيف يدير الحزب العلاقات خارج جدران المقر، يعني العلاقات بمجتمعه الطبيعي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الحضور، أنا سعيدة جداً النهاردة أني واقفة قدام سيادة الرئيس. اللحظة دي بالنسبة لي كانت حلم وقدرت أحققه من خلال حزب حماة الوطن. يمكن دي كانت أول تجربة سياسية ليا. والحقيقة أنا استفدت منها كتير، واستفادتي الأكبر وشعوري بالفخر عندما شارك حزب حماة الوطن في الحوار الوطني اللي أنا بعتبره فرصة تاريخية إن يكون عندنا منبر نجمع فيه كل الآراء من مختلف الأطياف والتوجهات. شيء إيجابي إن كل فئات المجتمع والقوى الوطنية وكمان المعارضة موجودة من غير أي إقصاء أو خوف. وافتكر إننا كنا أول المرحبين والداعمين للحوار الوطني، ونزلنا وسط الناس في الشارع من خلال لجان وقطاعات الحزب المختلفة، وسمعنا آرائهم وطموحاتهم واقتراحاتهم، وقدرنا الحمد لله نوصلها من خلال أعضاء الحزب اللي شاركوا في الحوار الوطني في معظم جلساته. والكل في حماة الوطن يجمعهم إرادة،
وعزم حقيقي إنهم يساهموا في إنجاح الحوار الوطني علشان يكون عندنا في الجمهورية الجديدة حياة سياسية اقتصادية اجتماعية يستفيد منها أبناء الوطن. سيادة الرئيس، زي ما مشروعات الدولة دايماً بتستهدف المواطن البسيط، إحنا كمان في حماة الوطن اهتمامنا وشاغلنا الشاغل هو الوطن والمواطن وإزاي ندعم الدولة وبكل قوة. وبجانب عملنا السياسي المعتاد في البرلمان كمان لينا دور خدمي أحب أتكلم عنه. مبادرة حماة الوطن لتوفير اللحوم الحمراء والتي بتستهدف استيراد حوالي 660 طن شهرياً وطرحها في الأسواق للمواطنين بكافة المحافظات بسعر التكلفة، وده علشان أهالينا في عينينا، فده واجب علينا. ده الشعار يا هانم، الشعار. وكمان شاركنا في المبادرة الأضخم كتف في كتف لدعم أهالينا في ربوع مصر علشان يتجاوزوا عقبات وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم واللي مصر اتأثرت بيها بشكل كبير. ومش بس كده، احنا كمان فتحنا مراكز الأمل في قرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتدريب المرأة المعيلة بالتعاون مع الوزارات المعنية واللي حققت نجاح كبير تخطى كل التوقعات. والشباب، الشباب كان اهتمامنا الأول وكان ليهم دور كبير، سندناهم واهتمنا بيهم وعملنا لهم مبادرات كتير، أهمها البرنامج المتكامل إعداد كوادر الجمهورية الجديدة علشان نحفزهم على مواصلة السعي لتطوير مهاراتهم وتدعمهم بخبرات جديدة تؤهلهم للقيادة والمشاركة بفاعلية في الاستحقاقات القادمة. الحضور الكريم، اللي ذكرته ده جزء من مجهود الحزب، ووعد علينا إننا في حماة الوطن مش هنفوت أي فرصة لمساعدة ودعم الوطن والمواطنين. سيادة الرئيس، باسمي وباسم سيدات مصر سنستمر جميعاً في دعم وطننا على كافة المحافل، وسنكون دائماً على قدر المسؤولية وحائط الصد للوطن أمام كل ما يستهدفه من مؤامرات. حفظ الله بلادنا الحبيبة في ظل قيادتكم الحكيمة. شكراً جزيلاً سيدتي. وأشهد سيداتي وسادتي أن ممثلتي نبيلاتي مصر هما الأقل كلاماً على المسرح، وهذا مدهش في الحقيقة، يلتزمنا بالوقت بمنتهى الدقة، أليس كذلك؟ مدهش. الآن أدعو سعادة الدكتور أحمد علاء الدين الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل وطن ليجيبنا عن السؤال القديم الجديد: كيف نحفز الشباب على الانضمام للأحزاب يا دكتور؟ مساء الخير. أولاً وقبل أي شيء، في بداية كلامي بحب أتوجه بتحية حب وتقدير وإجلال لفخامة السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكراً لحضرتك يا فندم. والحقيقة أنا بشكر حضرتك لأن وجود سيادتك وحرصك الدائم على التنظيم والتواجد في مثل هذه المناسبات هام جداً وحاسم جداً، وبينتج عنه سرعة لاتخاذ قرارات بشأن الأمور المطروحة في مثل هذه اللقاءات والاستجابة السريعة لها. بشكر حضرتك جداً يا فندم. أعود للأستاذ محمد عبد الرحمن وأشكرك بشدة على التقديم الرائع. العفو فندم. وأشكرك بشكل أعمق على السؤال اللي يعني حضرتك طرحته. هتقبلني في الحزب؟ تنور يا فندم في أي وقت. أشكرك بشكل أعمق على السؤال اللي حضرتك طرحته، واللي قد يبدو للوهلة الأولى أنه سؤال تقليدي أو نمطي وتم طرحه في عصور كثيرة، ولكن في الحقيقة هو بيمثل لب الموضوع في قضية المشاركة الشبابية في الممارسة السياسية وفي الحياة السياسية والحزبية في مصر.
ليه الموضوع مش نمطي؟ لأن الموضوع دايما في مختلف العصور وفي كل الأوقات اللي اتطرح فيها كان بيعول أو بيعلق مشاكله أو المعوقات اللي بتقابله على دور الدولة، إن في انسداد، إن في عدم إتاحة، إن في عدم تمكين، إن في كذا، وده الحقيقة كان متقبل في عصور سابقة للعهد الحالي أو منذ عام 2014، وفعلا عمل مشاكل في أوقات كثير، وفعلا الدولة كانت بتصل لحالات من الانسداد السياسي يا فندم نتيجة عدم تمكين بعض الكفاءات والقدرات الشبابية خصوصا. لكن بقيت بشوف النهاردة أن المحور الأول اللي هو دور الدولة بقى هو الحلقة الأقوى في قضية الممارسة الشبابية، الحلقة الأقوى من حيث الإتاحة، إتاحة الفرصة، الحلقة الأقوى من حيث التمكين. اتهم بل بالعكس آسف قبل الاتهام أن الدولة راحت لأبعد من ذلك في هذا الطريق، وأنشأت مجموعة من المؤسسات والكيانات بتشرف كمان على تدريب وتأهيل الشباب للمناصب القيادية وما إلى ذلك. في الحقيقة كان في مراحل سابقة بيواجه هذا التناول أو هذا الطرح اللي تقدم به السيد الرئيس في عام 2016 منذ طرح العام للشباب، كان احيانا يلاقي بعض الهجوم ويقال انه استهلاك او لعب على مشاعر الشباب او ما الى ذلك، وكنا في حاجه للرد في 2016 و17 و18 لعل ان احنا نقدر نغير عقليه شاب فعلا اختلط عليه الامر او نتناقش مناقشه موضوعيه ينتج عنها كذا. لكن النهارده الطرح ده ما بقتش الاقيه مقبول ولا منطقي، وبقيت بشوفه جدل لا طائل منه، لان النتائج اثمرته. عندنا ما شاء الله في البرلمان نواب شباب ممتازين جدا، وعندنا نواب محافظين في الجهاز التنفيذي ومساعدين وزراء، فانتفت هذه النقطة. وإن كنت دايما بطمع في كرم فخامة الرئيس ومحتاجين من سيادتك المزيد والمزيد من الرعاية. يعني الحد الأقصى يا دكتور، الحد عايز الحد في النقطة دي الحد الأقصى فندم بعد إذن سيادتك. أنتقل في الحديث في المحور الثاني عن دور الكيانات والأحزاب السياسية. دور الكيانات والأحزاب السياسية، البعض يرى أن لازم النهاردة تروح الحزب تبقى نائب بكرة، أو أن أنا أوعدك بأن أنت تبقى نائب، أو أوعدك أنك تبقى وزير أو كذا أو كذا. لازم نكون فاهمين جدا أن دور الكيانات السياسية في التعامل مع الشباب بيعمل على شقين، في نوع من الشباب المنتمي كعضوية عاملة في الحزب وغير منتمي تنظيميا، وده بيقصد الحزب أو بيقصد المشاركة السياسية أو بيدخل لها من باب ممكن الترفيه أو من باب المشاركة المجتمعية أو النواحي التثقيفية وما إلى ذلك، وده أمر محمود جدا وإحنا في مستقبل وطن بنشجع عليه جدا جدا، وبنخدم على هذا الأمر بأجندة واسعة جدا من الفعاليات زي دوري مستقبل وطن اللي أقيم في حوالي أمامك دقيقة يا دكتور، هستسمح فخامة الرئيس لأن في أحكام الطرح دقيقتين كمان. حصلت على الاستثناء، شكرا يا فندم. إحنا الأجندة عندنا في هذا الشأن سرية جدا، بكل عام عندنا دوري مستقبل وطن، والحقيقة انطلق منه ثلاث نسخ كل أو أربع نسخ، كل نسخة شارك فيها في حدود 100,000 شاب على مستوى الجمهورية، والخبر السعيد أن 100,000 شاب سنويا بيندمج منهم تنظيميا اللي هو بقى الشكل الثاني ما لا يقل عن 30-40% منهم، وده رقم نسبة كويسة جدا، لأن الكوادر والقيادات التنظيمية بتعمل على جميع المشاركين والحديث معهم عن فكر الحزب و ما إلى ذلك. مش عايز أطيل على حضراتكم. الجزئية الثانية من الأجندة بتاعتنا هي مسابقات أوائل الطلبة، واللي بيشارك فيها سنوياً وانطلق منها موسمين 7,000 طالب ممثلين ل 23 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية سواء الأساسية أو الثانوية والإعدادية. الجنب الثاني من التأهيل هو يا فندم العمل على الكوادر المنتظمة تنظيميا في الحزب، والحقيقة أن حزب مستقبل وطن حزب نشأته وعقدته شبابية، وابتدى أصلا بفكرة شبابية وحملة شبابية وماشي على هذا المنوال، وبيجمعنا قدر كبير من الحب والتفاهم والاحترام بين قيادات الحزب والشباب، وشباب مستقبل وطن بيقودوا عمل ممتاز جدا وبيتصدروا أماكن قيادية في الأمانة المركزية وبيتابعوا العمل ودايماً على اطلاع كل شيء يومياً، وبنعمل بمبدأ الأسرة الواحدة. الأمر الأخير يا فندم أو المحور الثالث اللي أنا هتناوله، أنا بشوفه بقى كان في الأهمية في المرحلة الحالية، هو يسبق المحورين اللي فاتوا، يسبق المحورين اللي فاتوا لأنه هو دور الشباب.
ممكن البعض يتوارى ان هو يتكلم فيه او ما الى ذلك، ولكن انا بتكلم عنه بموضوعيه، حيث ان التمكين توفر وحيث ان الاتاحه توفرت يبقى في دور كبير والكره في ملعب الشاب ان هو يقتنص الفرص، يقتنص الفرص ويكون مستعد ليها حينما تتاح. في ناس كتير كانت اتكلمت ان هم شباب عايزين يمارسوا الحياه السياسيه واتفتحت الممارسه بشكل كبير في عهد سيادته، بس للاسف ما كانوش مستعدين. الجزئية الثانية في العمل الشبابي دايما ما تنظرش لبريق الحاجة من بعيد. أنا النهاردة وأنا واقف أو أنا قاعد بتفرج في التلفزيون ممكن أتفرج على الدكتور عبد الرحمن أو السيدة عهود وأحب السياسة أو العمل التطوعي لأني حابب أكون في هذا الحدث بهذا المشهد في هذا الوضع والمكان، لكن أنا بقول لك إن ده وراه سنين من التعب والتضحية والجهد. لازم تسأل نفسك الأول أنت هتمشي الطريق ده ولا صحيح. مش هتمشي، هتدفعه ولا مش هتدفعه. أخيراً دفاعاً عن الشباب ونصيحة عامة من المشوار اللي أنا مشيته اللي هو ممتد النهاردة لحوالي 9 أو 10 سنين في وجود فخامة الرئيس وفي وجود حضراتكم جميعاً، أخطر شيء بنواجهه على الشباب في الممارسة السياسية هو الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري اللي في بعض الأوقات البعض يتهم به الدولة أو يتهم به الحكومة أو يتهم طبعا. وفي الواقع هو يمارس بشدة على الدولة وعلى الحكومة وعلى الشباب الراغبين في العمل السياسي، لدرجة فخامة الرئيس بيتحدث يعني قال لا إحنا لازم نبص للماضي. وطبعا يعني أنا أتفق مع سيادتك بشكل عام وأتفق مع سيادتك جدا في هذه النقطة. وفي عجالة شديدة بمناسبة الماضي يا فندم، أنا في بداية عملي السياسي لمدة 2 منه أو 3 سنين كنت أسمع من البعض كلمة دعميل للدولة لأنه بيدعو لتثبيت مؤسسات الدولة، والحقيقة كنت تربيت أنا بقى على مسلسلات زمان والكلام ده، أنا أعرف العميل اللي بينفذ أجندة دولة أجنبية في الداخل المصري مثلا يعني. فممارسة هذا الإرهاب الفكري صحيح. مرفوضة تماما، وصدقني الكل هينتظم في ظهرك أول ما يشوفك بتحقق وهياخد معك الطريق. أخيرا دكتور، دي الرابع أخيرا يا فخامة الرئيس، أخيرا أستأذن فخامتك لأن السؤال برضو كان عميق جدا للنائب العزيز عبد المنعم إمام وكنت أحب أعود إليه سريعا بالتعقيب. كان السؤال بيتكلم عن مدى فعالية الأحزاب والكيانات السياسية والطرح اللي بتقدمه. أنا بشوف إن مهما كان العمل اللي بنعمله أو مهما كان اللي بنقدمه كأحزاب أو كمستقبل وطن أو ككلنا بشكل عام، هو مهما بذلنا جهده هو غير كافي، ومحتاجين زي ما فخامة الرئيس كان بيتكلم احنا محتاجين نشتغل لنا 20 سنة من 5 الصبح كل يوم. لكن برضو انا بتكلم عن نفسي وعلى الطرح اللي موجود عندنا، احنا بنلاحق خطوات فخامة الرئيس والحكومة المصرية بشكل متسارع وده شيء مجهد جدا لينا، وبنعمل وراء سيادته وراء الحكومة المصرية على الأجندة الكاملة الموجودة. إذا تناولت حاجة منها سريعة جدا هتناول حاجتين في 30 ثانية أنا آسف، هما لقائين أو هما مبادرتين هامين جدا للحزب، وهي مبادرة هدية الرئيس، المبادرة الأهم والأضخم للحماية الاجتماعية في حزب مستقبل وطن. وفي نقاط سريعة لا تتجاوز 10 ثواني، مجهودات المبادرة كانت أكثر من 1,000,000 كرتونة مواد غذائية في 2020 رمضان، ليلة القدر 2020 برضو رمضان دعم 5,000 أسرة عن طريق تقديم الأجهزة الكهربائية بشكل متكامل على مستوى 27 محافظة، وده طبعا احنا مؤمنين جدا يا فندم بلغة الأرقام، فبندقق ونراجع بشكل مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات المعنية. رمضان 2021 ما يزيد عن 1,000,000 كرتونة مواد غذائية، ليلة القدر 2021 تجهيز 1,000 عروسة كامل التجهيز، قافلة غذائية مكونة من 100 شاحنة بعد الجهد المبذول من فخامة الرئيس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرة الأقرب إلى قلبي في مبادرة هدية الرئيس مكافأة السائقين الملتزمين بإحلال وتجديد السيارات القديمة، واللي تمت على 5 مراحل بواقع 500 سيارة آخرها كانت موجهة لشمال سيناء. آخر حاجة هقولها هي مبادرة أنت عظيمة اللي بتطلع بيها أمانة المرأة، واللي الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا. المبادرة بتشتغل على أبعاد كتير منها البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار،
والبروتوكول كان بينص على أن الحزب والهيئة تعاونوا عن طريق التنظيم الحزبي المنتشر في جميع ربوع جمهورية مصر العربية. نعم. بتعليم 10,000 سيدة وتأهيل 10 وفي على نحو آخر بعيدا عن مبادرة الهيئة العامة لتعليم الكبار أيضا تعليم الحرف اليدوية البسيطة مثل التريكو وما إلى ذلك من صناعات 10,000 سيدة. دكتور وافر الامتنان والله، يعني هذا مجهود نبيل إلى أقصى حد. وعايز أقول لحضرتك أنه أنت ألهمتني، يعني الآن ألهمتني بالطريقة التي سأشكر بها الحضور الكرام على المسرح. سأشكرهم جميعا وافر الشكر، لكنني سأخص بالذكر النبيلتين اللتين التزمتا بالخمس دقائق. والله شكرا شكرا جدا جدا. فخامة الرئيس أشكرك جزيل الشكر يا سيدي، أسعدتنا بتلقائيتك وبحديثك الصادر من القلب. دعني أقول في الختام كل سنة ومصر طيبة بمناسبة العيد العاشر لثورة 30 يونيو. كل سنة وانت طيب. سيداتي وسادتي، سنذهب الآن إلى استراحة قصيرة، نعود بعدها لاستكمال فعاليات هذا اليوم الثري. إلى اللقاء.